هنروح احنا نظبط الشروط لحد ما الناس تجمع. وحشتونا والله يا جدعان، وحشتونا. بس انا عملت الشركة نبعت بقى لنفسنا ملايين. سبعة تلاتة صفار تسعة. محمد صايب منور يا قلبي، منور يا قلبي. واحد اتنين سبعة خمسة. احنا على الهادي بقى، دي كان سخن على الهادي. لقينا في تفاعل هنظبط الاداء، ما لقيناش في تفاعل هنفضل نلعب على الهادي وخلاص، والدور اللي هناخده انه نوزع المكسب بتاعه. مش مستعجل يعني، نقعد على 10 مثلا. يا قمها في الاول كمان. زوز يا زوز زي الفل والله. مسلم اخبارك؟ خالد علي، زياد رمضان، محمد ناصر، منورين يا رجاله والله، منورين احلى رجاله في الدنيا والله. زياد يا زياد، محمود عبد الله، سلام يا زياد، رحيم، منورين يا شباب والله. هتنوروا اكتر بقى لما نعمل لايكات وشيرات. يا عم سيبك من اللايك دي، اللايك دي شكليات اصلا، اعمل بس الشير عشان الناس تجمع، عشان بيد الرجاله تحضر. حبيبي محمد، حبيبي يا ابني، ايه الكلام اللي مش جاي بفهم ولا فاتة والتمانية مع العشرة ممكن يبقى فيه، بس لا لا، خلينا نلعب بقى في المضمون بقى، عايزين نكسب ونوزع بقى. عايز 50 تمام. عامل ايه وحيد يا عم؟ والله عايزين تلاتة. وحشتونا يا جدعان والله، والله شربين وحشتنا والله، وحشتنا والله شربين. يوسف الخاطر، منور الدنيا يا قلبي والله. وانت اكتر محمد السيد، تعال احسن ديسكورد، احسن تعال ديسكورد يا قلبي. الصوت بس تمام يا جدعان ولا في حاجه غلط في الصوت ولا ايه؟ انا حاسس ان المايك اصلا مش تمام. شوفوا كده الصوت تمام معاكم ولا لا. اوبا يا سلام والله، رزقكم رزقكم. ايدات بقى في الكومنتات يا رجاله، ايدات في الكومنتات. يلا مازن، هتعرف تيجي ديسكورد ده مازن ولا لا؟ شوف كده دنيتك ايه، لو هتعرف تيجي ديسكورد قول لي عشان ابعت لك الرول بتاعه. اه وشغلنا كمان يا جدعان الماسنجر يا جدعان كده. ده مازن اللي بيتكلم. تعالى بقى ننقل ايه، خمس تنفور كده، خمس رجاله حلوه. محمد سيد كان اول واحد معانا في اللايف، لازم نكسبه. محمود عبد الله برده كان من ايه، من الناس الرايقه اللي معانا. ناخد مين تاني، ناخد مين تاني، ناخد تاني. زياد رمضان، الناس اللي قلت اساميها خلاص تبطل بقى تنزل الاي دي. نقف ناخد، ناخد عبده عصام وهندور كمان، وناخد رحيم. تعالى رحيم، خمس رجال اللي قلت الاسامي تفتح الاكونتات. يلا ما نتاخرش ونروح نلعب تاني شويه كده. هنزل لكم الرابط بتاع المسابقه كمان اللي عاملها على ال، انا ما ينفعش احط بتاع كوبي، ما ينفعش اخده نسخ، اح لازم اكتبه ده المرار ده. طب اقل هو فاتح كده بقى، ان انا كمان ماسك الواتس بقى، دي اللي ثلاثة بقى. ماسك الواتس في نفس الوقت المفروض اكتب الارقام بنفسي، فتمام زي الفل قوي كده، زي الفل قوي. بعت لك محمد الزايد، يا رب بقى يتاخد كوبي بقى. والله معلق معلق، محتاج اقفل الاكونت او الابلكيشن كله صح تاني. مشكلة هنكتب بنفسنا، احنا ناس مجتهدة ما يهمناش، ناس مجتهدة ما بيهمناش. على الأقل هديك وقت أطول تفتحوا فيه.
سبعة تلاتة صفور، سبعة تمانية، سبعة تسعة، سبعة تمانية تسعة. ايه يا عم الرقم ده؟ آخر واحد معانا. لا ده سيرفر تاني خالص. واحد واحد تلاتة صفور، ستة خمسة أربعة سبعة سبعة ستة سبعة. تمام الرجالة كلها فاتحة. بس عليكم يا رجالة، نشيل 5 مليون. 5 مليون عشان احنا جايين نكسب مش نخسر. عايزين نوزع أكبر قدر ممكن النهاردة. نقعد تاني ايه، شوف حظنا بيقول. فايدات بقى رجالة، فايدات رجالة. بعت ولا لسه؟ ما تبعت يا عم الاي دي، اكتبه كده، اكتب خلاص. كفاية ده بقى يا جدعان بقى. في مشكلة في ايميلات الفيس وحيدة، هتتحل امتى؟ بص يا صاحبي، هما بقالهم شهر بيقولوا هيحلوها، فالله اعلم هما هيحلوها امتى. انا قربت انا اسلك، هما بقالهم شهر يمكن اكتر كمان بيقولوا هيحلوها. هما شغالين على حلها، بس تقريبا ايه، مفيش ناس كتير مسجلة اكونتات بالفيسبوك، فهم ايه مستتقلين شوية الموضوع. بس هيحلوها، هيروحوا فين يعني؟ هيهربوا. بعت لك مسج ديسكورد. تمام، ثانية واحدة. طيب اقفل الدور ده، خلينا نلعب في المود. هبعت لك انا الرابط امازون دلوقتي. برضه الورق زي الزفت، انت شايف يا معلم؟ والله انا ما عارف مين يا جدعان اللي بيشتري فيورز يا جدعان. مين اللي شايف ان كده حاجه حلوه ومصلحه؟ مش فاهم. بالعكس يا جدعان، دي ولا حاجه تزولني بس. ماشي لايك بقى يا شباب، يلا عشان التوزيع اللي جاي تبقى من اللايكات ان شاء الله. لايك كده عشان التوزيع اللي جاي ان شاء الله من الايدات، قصدي من اللايكات. عارف الورق عامل كده ليه؟ انا لا مش فاهم. مستكترين على الدور اللي كسبناه ولا ايه؟ انا اخويا نفسي في مليون. هتكسب معانا محمد، ما تخافش، بناخد دور وبنوزع على طول. والله حبيبي محمد السيد، حبيبي يا اسطى. ده ورق معقول، لو كانت فلاشتين كانت هتبقى معقولة أكتر، بس تمام شغال شغال. خلينا نشوف الورق. طيب تمام كيمو، ثانية واحدة كيمو. كيمو انت سامعني؟ ثانية واحدة. شيك ويا جدعان الورق ده يا جدعان، خلينا واحدة على الفلاش عموما، يعني ممكن نزود لنا مليون ولا حاجة. فلاش بقى، فلاش بقى. نلعب ونغامر، نلعب ونغامر. ولا 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 فاضل لنا واحدة على الفلاش، واحدة على الترتيب. احنا نعمل ايه طيب؟ هي الورقة الأخيرة اللي هتنقذنا بقى. واحدة بس السماعة بتاعها. ايه يا اسطى، منور الدنيا يا قلبي. نور يا حبيبي اخوك، عامل ايه؟ زي الفل. بعد اللايف بقى نقعد نسيح بعد اللايف. خلصون مع بعضياتنا. سبعة اتنين سبعة اتنين تلاتة سبعة اتنين تلاتة. عملنا رجالة دي الرجالة زي الفل يا عم. رجالة رجالة ظبط الشير؟ لا بصراحة حد ظابط الشير ولا لايكات. انا بس انا هنظبط، هنروح فين؟ احنا 32 لايك دلوقتي، 32 راجل جدع عاملين لي لايك ومقدر. في 159 شير من 159 راجل جدع برضه. زي الفل ولا حول. ايه اخبار يا قلبي؟ ده مش صوت كبر يا عم، ده حسام. قلت لك صوته شويه، قلت لك هو صوته شويه يا عم، ما تضايقش نفسك ولا تضايق هو نفسك. قال لي علي الصوت. انا كان صوتي جميل يا صاحبي والله. صاحبي انت صوتك طول عمرك كرقونه صح؟ ده اليوم حبيبي اخوك غير كده مفيش كلام حد. صاحبي ده وجعتني طول من عمرك كتر كرقونه. الاصابه.
حبيبي يا محمد هو حاتم، لايك واحدة بس محمد، والله هي لايك واحدة بس كفاية منك انت حبيبي يا كرولس، حبيبي يا زياد، والله روعة عليك دلوقتي. ادعي بس ناخد دور، طيب ناخد دور، احنا مش عارف ايه قفلت معانا، خدنا دور في واحد بص لنا كده في الدور، انتهت الموضوع على كده، مع اننا وزعنا اللي كسبناه والله، مش عارف بيصل على ايه. ساتر يا رب. ده واحد، لا والله احنا لازم عندي زيت نتاخد في البيت حبيبي. يا صاحبي، عندي زيت في البيت، عندي زيت وسكر. بس اسكت اسكت، مش هنا خلاص يا جدعان. لا انا بقول مستورة يعني، الحمد لله يا صاحبي مش محتاجين لا ننزل لا لا اصلا. لا، مش هنا برضه، مش هنا مش هنا. ايه ده زوز يا زوز، يا حبيبي، ايه الدنيا يا قلبي؟ ده زود. الحمد لله. اللي درى جالكوا شوية حوش ايام، ما كان واحد بيطلع الله يفوت بنفسه والله. انت يا عم يا عم ماشي غير برضه، تعالى كده تعالى كده العب بقى تشيك، وانت مش بنادم ماشي، وصلنا 6 7 مليون منه. وحيد عامل ايه؟ زي الفل والله كرولوس، انت اخبارك يا قلبي؟ الواد ده بيخوف. لا مش بيخوف، بس احنا معناش اي ورق، احنا لو معانا ورق ماسكين حاجه في ايدينا معقوله ماشي نلعب، لكن احنا معانا وان بير في ايدينا والتانيه نزل لنا على الارض حتى. بقول لك يا وحيد، قول يا قلبي قول يا عمر، باين اكيد، باين في حد شخخ ولا ايه؟ اكيد يا صاحبي. فين انت بتسأل؟ السؤال اتسأل بصراحة. مش عارف. ام وحيد يعني الرجوله، الرجوله الجدعان. حبيبي حبيبي توفي. ملعبش ملعبتش عشان ملعبتش، هنحاول على قد ما نقدر نلعب بتركيز والله، انت ملاحظين ان انا عاقل اهو. الشرباجي، الشرباجي بيقول لك العب ستريت. الشباك ده جاي من زيمبابوي اقرا. اه جدع جدع، اطلع لما متشكر تيجي معاك في دور تعويض. لا يا صاحبي، مش عايزين بتاع نوزع كريم. صح، حلو عايزين ده، نوزع. حلو ده. حلو ده، ما هو اللي فات، وحش الدور ده اللي فات كسب دبل بيت. وحش ده، جايلكم من المستقبل بس بقول لكم ان انا خسرت. طيب المستقبل، ايه ده؟ ايوه يا صاحبي انزلوا عيب فين؟ هي عليك مؤخرة عندنا، امال. خد بالك، هي مؤخرة عندنا يا اسطى. اه ده اللعبة اتغيرت خالص يا اسطى. ده انت لسه شفت حاجه؟ ما فيش ورقه ما بنخسرش بيه، الحمد لله الحمد لله، كرم من عند ربنا. ده ايه ده؟ ده الورق ده زمان ما كانش بيخسر اصلا. زمان بقى دي قلت زمان يا صاحبي، انت عون زمان لما كنت بترمي بأسين يا صاحبي كان احتمال انك تكسب واحتمال انك اه تخسر والله. لا سين ده كان بيجي لك، انت عارف انت هتاخد الدور عافيه. بالظبط، بس يعني كان في احتمال بسيط يا عم انك تخسر، حاجه بسيطه اهو عشان بس ما نقولش في مكوسينها. احتمال. اه اه طبعا، دلوقتي انت لو بس كسبت دلوقتي بالأسين دول بقى تبقى ذكر يا مكسرك صاحبي، على طول. دلوقتي انت لو كسبت بالأسين تبقى ذكر، انت لو كسبت دور بالأسين تطلع تعمل فرح. ايه انا كسبت بالأسين يا جدعان؟ ايوه صح. بوت كبو راح فين؟ بس انا فهمت خلاص، هي مش عايزه اماها، فهمت دماغ يا جدع، جدنا، بس مش بلاش اماها كده العجله دي خلاص. ملهاش اي ستيل، عايزه ولا بتطلع حاجه. كان زمان بس فك الحظر بتاع الصفحة بتاع كونكر دومينو، انت قلت لي هفكه دي لك سنة والله صاحبي، ما انا قايل ان انا هنزل الجيم بقالي سنة، وقايل ان انا هبتدي العب رياضة بقالي سنة، وقايل ان انا هبتدي اشتغل بجد بقالي سنة، ان انا مأجل حياتي كلها وحاجة عليك انت هقول لك لا خلاص مش هأجلك. من سنة ايه يا جدع؟ اوبا شريت رجالة. نورك يا محي، محي انت عملت شيرات يا محي ولا لا؟ يا محي انت لما بتعمل شيرات الدنيا بتظبط على فكرة. أقول لك أنا شريت دلوقتي، شيرات من بتاعت زمان دي بقى، شيرات أنا العتيقة. قلت لك شريت، انا قلت لك شريت على قد ما اقدر. شوف الولا كسب بالاسين، واحنا عاملين نهري ونواب ولولو وكذا ولولو وكذا، وهو راح كسبان بالاسين عادي، بس ده عشان نورمال الناس كلها ده هو تفهم كده عافية. كده. حصل يا صاحبي، هو كسب اصلا ليه؟ ده كسب وامبير اصلا يعني. صعب الولد كسبان هو وان بير عافية. الضون ورا غريب، بينزل ورا غريب اصلا. عشان نورمال، عشان ما دخلوها الاسات والبنات بقى الحوار عادي كده. يا عم هو الأول كانت بيحب اللي أحسن بيعمل شيش. بصراحة لا والله. الأول الاول لا، كانت عظمة الأول يا كان عم، أحسن. الاول كانت عظمة، انت الأول بتقارن كان الواحد، بيه؟ أنا على فكرة ما كنتش بلعب، ما كنتش بلعب غير على النورمال أصلا. بص دلوقتي عاملة ازاي؟ دلوقتي ايه بقى مش عارف، بيجي أسيست بطريقة غريبة خسرنا بتاع 50 وبيخسروا مليون برضه. يا عم، خسرنا بتاع 50 مليون لحد لا دلوقتي، يا اسطى، لسه بنقول ايه جرب ادي في اول كريزي ربع بقى، ساعة جرب جرب كريزي، على جرب الهادي كريزي. بس، على الهادي على الهادي. على ايه ده صاحبي؟ هنعمل ايه بس؟ هنلعب بقى ايه بقى؟ هنلعب روقان بقى، في حد شيء خلاص تقفل بدل ما تخسر كله. يا صاحبي جديدة يعني، ما كله لايف على كده.
انا رماها واتفرج على الحظ. ما انا لسه قايل ما انا رماها يا اسطى. انت جاي لي منين يا اسطى؟ خرب بيتك يا شربيني. صلى على النبي عليك، ما طمنت عليك يا نجم. بس ده لعبة شيك، رحت تلعب كول بس غفل معايا توبير. توبير على ترابيزة جنان نورمال، مش قليل حاجة كبيرة يعني. حلو الولد كده ده حلو، الولد توبير ده بالثمانية ولا بالايس؟ ممكن يكون معاه واد. لا ما اظنش بقى، مش منجسة للدرجة دي يعني. ده لو ما هم تسعة عايزين، ما فرقتش تسعة على خمسة خلاص. حظي مش جاي على الأمور ولا جاي على النورمال، بس دي بنحاول يعني. بتلعب على نمر بكر يا عم، هو لسه من عليها يا جدعان، هو اتنجدنا. حاضر يا عمر والله، بس فكرني بعد اللايف يا عمر. ما انت بتفكرنيش يا صاحبي، انا اعمل ايه طيب؟ انا ما اقدرش في اللايف ان انا اطلع اللايف من الصفحه، وانت عارف ان الصفحات كلها دلوقتي بقت بروفايلات، عشان احول محمد من المخرج بروفايل بيقول لك يا لبروفايل. عم اللعبة لعبة زفت. عم اللعبه عندك حق، عرص لها يعني اللعبه زفت فعلا ده ما الناس اللي بتكسب دي مش زفت، ما علينا. نبقى. يا صاحبي عمر الناس بيقول اللي لك بتكسب دي حصل. فشيلة. هفكوله بس انا قلت له بعد اللايف، انا دلوقتي طالع من على الصفحه بتاعت بكر يارد. انتوا عارفين الصفحات شوف كلها مين دلوقتي عامل بقت شيرات انا بروفايلات. وهي، شوف شوف مين عامل شيرات ايوه وهي. ايوه اللي عاملين شيرات يا صاحبي، الزوز الزوز، خالد علي وحسام، محمد سعيد وخالد علي بس، خمس نفر دول وزياد اما واحد رمضان. بيقول لك الشيرات وصلت، لا ما وصلش يا موح. لا ما ده وصلتش الكلام حاجه كله يعمل شير بقى. هطلع الاكونت بتاعي وحيد يا اسطى، الاكونت بتاعي وحيد نفسه. تك تك ايوه، ورق على النورمال بقى يكسب بقى معايا ولد وشايب. هذا معقوله؟ فلو خسرنا ما الدور ده خلاص بيكسبوش بقى، برضه وحيد والله. احنا ما هنحاول ايه؟ بيكسبوش هنحاول في الكول الأخيرة كده في جامدة الاخر. أوي، طيب جامده يا عم، انت اللي جامده. بيكسب هنا الدبل بس. بسم الله الدور ده بتاعك يا صاحبي، انت بتبسمل في مكان غلط. انت ندين أمي يا مشايخ جدعان، يعني خلاص يا خلاص صاحبي، كلنا هنولع، هنبقى برادة كلنا. انت بسم الله غلط كده الدور يا ده صاحبي، بتاعك. كده غلط. نط بص نطة الحركه دي غلط. يا صاحبي، بص الحركه دي يا صاحبي، هينزل لي قلب احمر دلوقتي، احمر من تيز اي فول حد في اوت الكومنتات. يا لهوي الواد بص، معاه بنتين موت. لا سيبك انت، ما نزليش يا عم. لا 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 بلاش لا، بلاش نورمال ولا حاجة. الواد ده لا الواد ده مش فول بلاش اوت وش. نورمال يا صاحبي، بلاش نلعب اصلا. ايه انا حسيت ان هي بتقول لنا ايه، ما تلعبوش صح. جرب دور كريزي وزي ما تيجي تيجي. هجرب ماشي دور كريزي يا عم. استنى نشوف معايا. استنى لا لسه اشوف، انا قمت بقالي نص ساعه يا عم، استنى عنك. هو النت انا مش حلو، عارف ليه بسم والله الله يعني. ما تفي بس يلا تفي بمليار، لو توتي بيقول قفلت لك بإذن بمليار الله توتي، تقفل المليار. لو قفلت بمليار يا صاحبي ما عملتهاش غير نور ثلاث مرات رأيك؟ في لايفات. عيد حظك هيفتح هنا، حاضر يا شربيني. انا مش هلومك عشان انا عارف ان اللايف مؤخر عندك، بس ممكن ده اللايف اقطع مؤخرة ولا جامد. يهمك يا اسا ولا يهمك يا قلبي. بسم الله يا ديسبلاي شربين، انت بتعبوا ده يا شربين، انت كل شويه بسم الله بسم الله، انت بتعبوا ده يا صاحبي. بيعود الجرادل على لسه حد ده ذاته. مهار. لا بسم الله يا اخواتي، اسمها صاحبي كونكور دومينو. انت بالك انت كده ما عرفتناش كونكور دومينو. لا يسطا من بعد ما نزلت على التليفون بقت مشهورة فشخ يسطا. هي طول عمرها مشهورة، انت استعبط. لا ما كانتش بنفس التوسع ده يسطا في الأول. كان لا بيلعبوا في السايبرات. ماشي، ما هي كان هي يا بقى صاحبي بقى. لا دلوقتي بقى التليفون، فالموضوع بقى أسهل. والله هي اسهل يا عم والله يعني. كده كده بنخسر فلوس هنا وبنخسر فلوس هنا، بس الفرق انت بتخسر، انت وانت قاعد ولا انت واقف. أيوة ريتشا في ناس ما بتحبش تقعد في السايبرات أصلا. ما فيش حد عاقل يحب يقف سيرفرات، الجو ده وش وقرف وكتمة وفرهدة. قرف. انا عايز ايوه تغير فعلا. هناك انت بتاع ماها اللي يوديك نورمال. انت بتاع ماها ده يا اسطى، انا ببيع يا اسطى. يا اسطى محي كده محي، انت احترم نفسك يا استاذ. عارف عيب عيب يا موهي. هي محي اسمها ايه اسمها صفحتك؟ ايه صفحتك؟ اسمها ولا وحيد فاضل. وحيد وحيد فاضل، فاضل. هو وحيد وهو الوحيد اللي فاضل، فانا وحيد فاضل. سبحان الله، ابويا كان ميم لورد في نفسه. ويقفش
ما يقفش نفسه كان ذات عارف انت نفسه. الوحيد النسخة الوحيدة. ايوه اخيرا. ابويا كان ميم لورد. بس ومعجب، قصدي كريزي جامد يعني. والله ما في اجمل منك انت حبيبي يا والله. اسطى. انا قريتها بتاع امها. لا يا اسطى، امها مين اللي بتاعها؟ استغفر الله العظيم، انا مش بتاع ام حد يا صاحبي. ايه استغفر الله العظيم. بس لو هي مصممه خلاص بقى، انا هنعمل ايه؟ ما هنعمل ايه طيب؟ انا بنكبت ولا الناس يعني. الدنيا النهارده بإذن الله. ايه يا جدعان؟ هو توتي متفائل، ترم التفاؤل بتاعه. الورق لا حلو هو بس توتي ده، عفلت انت واحد ولا انت سر الاكونت صح؟ عشان معلش صاحبي توتي عادي. جبت غير توتي. هو في راجل اسمه توتي بيلعب اه يا صاحبي، كل رأي فرقة؟ اسمه توتي يا صاحبي. لا لا المشكلة فل. هي بتقول له توتي فهو فرحان. يا مشكلة بص يا عم تلعبش عشان ما ازعلش، بتكلم جد والله صاحبي. يزعل من حبيبي. ايه؟ يزعل من اخواته؟ انت بتهزر؟ اخواتك يا جدعان. افتح يا اسطى، النهارده في واحد اسمه جنزبيل كسب في العجله دي مليار تقريبا 2 مليار. الواد ده بقى له اربع يعني ايه ايام يا يا حميد، صاحبي؟ اخرب على الطريق. عمال يكسب بقى له اربع ايام. ما هم دول بيعملوا ايه بقى يا اسطى؟ بيجيب اكونتين فاهم، ده مثلا في مليار وده في مليار، ويقعدوا يرموا لبعضيهم يا اسطى انت عبيط يعلي يا اسطى. العجله بيعلي يكسب العجله. العجل غلط يا ابن الناس، غلط غلط بس يا ابني. الموضوع تقريبا مش هيتحسب. اقول لك انا يا صاحبي، على كل مليار هو بيرميه يخسر 30 مليون. ايوه هيعلي طبعا. العجله، هيعليها مثلا 10 مليار، ادي خسر 300 مليون. عشان في الاخر يلف العجله تجيله عن 200 الف، يجيله جلطه ويموت. ايه ده؟ ايوه، ما ده اللي بتكلم فيه. لا هو الواد ده فعلا بيلعب، بس بيلعب على ترابيزه ام 500 او ام 100. اه هو اساسا بيلعب فماشي معاه بزياده. قشطه تمام. بس هو اربع ايام يا وحيد يطلع له 3 مليار 4 مليار 5 مليار. حتى الله اعلم هو لفها كم مره بكم مليار. انت لا هو لفاه كتير بصراحه، اكيد لف كتير عشان يطلع بالظبط له المبلغ زي ده. غايب عننا كدلاء وحيد. ايه كان في الشغل يا صاحبي، شغل شغل شغل؟ ودوشه انت عارف. ايه شغل؟ ايه يا صاحبي انا كنت يا لهوي. اسكت اسكت، في انا الشغل يا خلاص جدعان، خلي التوب مستور. كنت في الشغل. اه كان في الشغل يا رجاله. و عايز اقول لك والله، فده انا اللي كنت شغل الفترة اللي فاتت دي والله. بس فشغل كان مشغل. لا هو اللي حصل، حصل بدبل اي سو بعيد كريزي يا عم. كريزي حصل بدبل اي كريزي سو وحيد مش عايز خمس كراسي صح؟ كريزي. مش عايز خمس كاس ولا تسعة والله، ولا تسعة اخر ولا بابا ولا كرسي ماما راضيين عنه. نروح اديني حاضر اخر اشرب بابا. كرسي. طب يعني لو انا مش فاضي ينفع حسام؟ انا اصحابي كلهم رجاله. هو ايه ايه الجيم عمل واحد ده مش فاهم. صاحبي ايه؟ بس بس العيال يا رجاله، احنا يعني احنا رقم كويس في اللايف، مش عايز لا اكيد في لا لا، ده واحد في سامعنا حد، فمش في عايزين حد، في حد، نتكلم. في حد، في حد شاري مشاهدين فيك. مش رقم في اللايف، رقم في لا اكيد احلامك. في فيك، في حد، ما حد هو بيحبني اكيد ولا فيك بيكرهني؟ مش بس عارف مش يحبني رقم ولا كبير. بيكرهني ولا ايه يا صاحبي؟ والله كل مره بطلع لايف راح هو شاري لي 100 كده، ولا مش عارف 50، ولا في عدد بقول لك ايه، قوم وقعد على امها. امها يا صاحبي. انت امها ما تسيب امها يا جدعان. انت ايه هنا في الشارع؟ لسه بص عليه قايم على واحد يقول لي امها يا علي صاحبي، نجم. والله لسه ده قايم علي على امها نجم، يا عم. علي نجم بيقول لك الشير بتاعه ظاهر ولا لا؟ يعني لو مش ظاهر اعملوا نعتبره بس ظاهر انتوا يا عم. شير، انت بس اعملوا شير احنا كده كده طول ظاهر. شيراتكوا ظاهرة يا رجالة، اللي بيعمل شير يا جدعان بيظهر. واللي ما بيعملش بيظهر برضه. يا سلام، انت تامر يا باشا. شوف انت عايز هاو ايه جود يا فور باشا، يو. شوف انت عايز ايه يا صاحبي، وانا تحت امرك. قلبي قلبي قلبي. امال والله. طب ده آه بان، ده وحيد حلوه وحيد محمد طلع بس ما اتباني تقولهاش قبل تاني اذنك. يا قلبي. لا اتباني بس. لا لا اه لا لا خلاص تمام. حلوه بس ما تقولهاش تاني صح. خليك في ابوها. حلوه زياد بس ما تقولهاش تاني زياد. حلوه رجاله، ما حدش يقولها تاني بالله عليكم. عارف يا بس عيب تفاهم. كيف اللي صعب؟ ماشي يا جدعان، ده اخر جيم في اللايف. زهر يا علي لو احنا نجم. غلطنا اصلا احنا طلعنا، البنت بتاعك ده زهر يا غلط اسطى. مننا احنا اصلا شغال يا وحيد صاحبي، شغال مليون حاجه. حرام يا اعدلك، صاحبي، اعدلك حرام حرام. حرامي. اه ده من ضمن شغلي برضه. بس الراجل ده حرامي انترناشونال كمان، بقيت بس للناس بره مصر. واحد يا صاحبي، في واحد منه لله راح بيضحك على الناس الغلابه. هو واحد عايم من الامارات بيقول إمارات لهم اه عامل فيها، عامل صفحه تقريبا بتبيع ادويه وبتاع، ادويه مستورده يا الناس هنا لهوي، محتاجاها ومش لاقيها في السوق. فا اشتغل على الكلام ده. اه ويدي لهم رقم انا بقى، مش يبعت على رقمه هو ويحول لي من رقمه، لا بيبعت لهم رقم انا يعني. يا نهار حرامي ابيض، وبيجح.
يا لهوي. ولا ناس بتكلمني فين العلاج، ربنا وعايز ياخدك انت وعيلتك وعايز وتصرفهم على مرضك لا يا حول حاجة الله يا رب. يا حاجة، انا تاجر والله، انا بره عن يا الحوار ده يا لهوي حاجة، فيش الكلام ده، فيش، انا ده كسومي، جاحد. انا كسومي، انا اصرفهم على مرضي، انا يا ايش لهوي من نفسك عبيط هذا الجيم ده، من نفسك عبيط. انا ريست، انا اسف، شكلك رايق، لكن هو ما عايز اعلى منك. انا اسف، انا طب ريست، مستنى وحيد عشان فيه لو بس. ماشي ماشي انا اسف لكم جدا يا مولانا. وحيد من الدنيا كلها صاحب. بص ماسك الدايرة كلها. يا صاحبي والله يا لهوي، ده انا لفيت الفترة اللي فاتت دي لف، انا عايز اقول لك انا دلوقتي في اسوان والله، بلد جميلة وهادية ومسالمة كده، من ام اسكندرية عكار، مع لا الاعتذار يا لكل اسطى، صفحته الرجالة. اسمها وحيد فاضل يا اسطى، صفحته اسمها وحيد فاضل يا عمر. هي مش صفحة، هي بروفايل بس، انت طلعت مشاها صفحة، مشاها صفحة سلام. لا بقى انت فلت ولا ايه؟ انت ورا مش عاجبني اول حاجة، تاني حاجة معايا زبون، احترم نفسك، حاضر اسف. يا باشا وحيد عشان الشغل، واحد من شغله شغلت الماسنجر بقى يا جدعان، بقى شغلت الماسنجر بقى عشان الناس اللي مش عارفه تفتح الواتس عشان تكلمني تشحن، اكلم الصفحه هنا على على طول فكرة ده تظبط حلو حالك. والله، ده حلو جدا. ده واحد من شبرا ده، واحد من شبرا؟ لا مش مين من قالك شبرا ده صاحبي، من شبرا ده؟ شبرا ايه مين يا قالك عم؟ ده؟ خلاص هو من شبرا، من شبرا. انا من شوربه، شوربه ايوه الواحد ده بالساعة حلو. واحد انا من كل حته، ده انا بيتكل من عليه اي اصلا. مكان، صاحبي يفتح حنفيه هتلاقي قرعه نازله، انا ده، انا في كل مكان يا صاحبي، هو فين في بينزل بدماغه في اي وقت. دورك؟ دوري ايه بقى؟ علي انت جاي لي من انت صاحبي ايه يا صاحبي؟ مش عارف انتوا فين في كلكم عايشين في اسوان؟ زيمبابوي، كلكم قاعدين في زيمبابوي. لا ماشي، لا ماشي، اللايف مؤخرة بس، الدور اللي هو كان قصده عليه وبيتكلم عليه ده بتقبل كام وحيد؟ ايه ده؟ طب يا استغفر اسطى الله العظيم يا رب. اكلم وحيد صاحبي وبتاع، ما قلت تسألش اكلم وحيد ست عن وكلمه. سنها، ما تسألش راجل عن قبضه يا صاحبي، دي اساسيات في الدنيا يا صاحبي، اتعلمها بقى. يا اسطى قاعد فين في اسوان؟ ايه يا اسطى هو مش من اسوان يا جدعان. عارف، لا انا عايز، هو عايز انزل بيتكلم، هو القاهرة عشان بيتكلم يا اسطى. لا حول الله في يا بيت رب. زي يا صاحبي هتفلت مني لو ما نزلتش، لا والله يا ما باشا سايبها، انزل يا باشا، والله ما الشيطان سايبها. جدا. براحتك براحتك يا هو باشا حب الترابيزة دي يمكن حظك يفتح، هو فعلا مش عايز ينزل لي ورا، براحتك. انت ملاحظ كده صح؟ كونكر اونلاين دي، ايوه يا صاحبي، بس تمام، ده قلت لكم اقعد على التطبيق 9، بتاعه. ايه يا قلبي؟ قلت لكم اقعد على 9. ومواد على 9، انا قدهم يا ابني، انا 5 يا دوبك يا بالعافية باشا انت قد الدنيا. والله، 5 بالعافية يا صاحبي، والله ما فيها صح ايه برضه بتقبض كام؟ ده انت بيجح يا اخي. صاحبي، بقبض 2000 جنيه، بقبض 2000 جنيه وبضيعهم كلهم على الأمور يا صاحبي، عشان أنا عيل مهرش. مهرش. أنا مهرش يا صاحبي، كل فلوسي ضايعة على الأمور والنسوان يا صاحبي، بص بيقول لك انت فين في اسوان، ولا فالزمن اتغير لك تحت الملان، او يا ممكن اسطى ده تجيب العلم شنطتين. صدقني انت من اسوان. استنى بس يا انا عم قلت انا مش ناوي، من استنى اسوان قلت يا صاحبي، ناوي انا كنت رايح والله مشوار بس، وهسافر بكره ولا بعده، في ايه مالك يا اسطى؟ طارق عيد بيقول لك احلى مسا عليك يا وحيد من اراضي ايطاليا. خش سب الدين لايطاليا ايوه بقى، بس انت على ايوه راسك. اهو ده بقى، ده اللي خدني ده بقى معايا فاهم الفلوس. يا زياد. زياد بيروش وبيقول لك عند السد تحت المزلقان، او ممكن تلف الخزان. هترد ولا برضه يا صاحبي، لا لا لا، انا في الخزانه يا صاحبي، عارف اعمل ايه في الخزانه؟ واخدها هناك؟ لازم، مش لازم اقول لك، مش لازم اقول لك. انت يا ابني انت مصمم تحسدنا محمود يا اسطى، يا اسطى مش كده يا اسطى، فلاشاية. تك تك العب يا ذكر، انا عايز ترتيب بس هو معاه ترتيب اعلى مني في الغالب يعني، في لو في ترتيب بقى، فهينزل انت لك عايز الفلاش فلاشاية بقى، خلصانه بقى. ما انسى نزلتش اللي يا صاحبي، ما لو نزلتش، معاه وضبط هوبا المليون ايه، ب3 لا محمد. ما هوش حاجه يا اسطى، مش هو حاجه، لو انا معاه وضع هيكسب يا برضه، ريتني كنت زودت يا هتتقسم عم، انت وهو. يا وممكن ليتني بقى تقسمها كنت بقى زودت، عارف، يا ريتني تقسم كنت ايه؟ زودت، ويا ريتني كنت شفت حد تاني يمسك الواتس مكاني دلوقتي، عشان مش عارف اركز في البيع وفي نفس الوقت في اللعب، بس يلا لا فكك من اللعب. فكك من اللعب يا صاحبي، فكني من البيع، اسمع تقولي ايه اللعب ده اسلوب شغل يا حياة عم. صاحبي، لا يا احنا صاحبي ده، ده امور، انا عين مهرة شفت احنا لك. نبقى نمسك، نبقى نمسك الواتس منك واحد. يا سلام، انت انت تنور والله، انت تؤمر بس. اه قذرت، يوم ما العب، يوم ما العب اكرر العب، اسمه شايب يا لهوي على الدليل عندي. انت في دليل في مخك مش في النت على فكرة، ده انا مش ده، بقول لك ايه، ده اشحن رايح في كروت داهية. وحيد. يا صاحبي بيشحن كروت يا صاحبي، مش اشحن من اول كروت. 25 كروت. لا 25 وانت طالع.
اشحن كروت، طب اشحن ممكن. صاحبي، ما الصورة هتلاقيها متثبتة على الصفحة، الصورة بتاعت الأسعار فيها الكروت وفيها الكاش وفيها كله. يعني طيب أيوة الراجل الرجالة، راضي بقى الرجالة الله قاعدة أعلم. بيتعرف على بعضها في الكومنتات أهي. تمام أخويا وحيد والله مروق على الشير، حبيبي هاني، عايش. ابو حامد، بيمس عليك من قلب دبي. فين في دبي يا صاحبي؟ استنى بس، التمثال الكبير. انا كنت في الامارات يا صاحبي، بس روحت كده مشوار صد رد كده. كيرو بيقول لك لو رحت مشوار في أسوان قول لي اصلا عشان اقابلك واعمل معاك الواجب. بقول لك يا ابو محمد حامد، عادل ابو بيقول لك حامد بيعمل مليون. عايزك في مصلحة. ابو حامد استنى، تعالى يا عم، عايزك في مصلحة، ابعت لك رقم يكلمنا على الواتس. كلمني بس على الواتس في اي وقت، عايزك في مصلحة. عايزين نكسب دور بقى يا جدعان، بقى نقوم نوزع. ايه الفار اللي احنا فيه ده؟ لاعب يا عم، مش لاعب يا عم. من ايه؟ عشان النت عندي مش مظبوط يا صاحبي، هظبطه لكم المره الجايه، ما تخافش. بس ما ينفعش اقفل دلوقتي. اه قاعد في دبي. بص بص بص، اسلام بيقول لك اه قاعد في دبي، اكيد عايز يشحن. الراجل هيموت قبل ما دين يشحن أم يا اسطى، الحطة. يا اسطى إنا الراجل لله هيموت قبل وإنا ما إليه يشحن يا راجعون. اسطى إنا لله وإنا إليه راجعون. اصلا. تمام. مليون عنده يحب جنيه. اه يا صاحبي، اه بجنيه. اه اه ابعت لك امشي الرقم، يا ابعت لي 1000 جنيه خد باشا، مليار. انا مسميه مليون يا صاحبي، بجنيه اه يا صاحبي، انا بس مسميه ده زبون، مليون. ده زبون، سيبون. ده من ايام فحت البحر. ولا ينفع في البحر، لا من ساعه ما طلعت اه واحنا كتجار بناخد المليون بجنيه ونص، وبنبيعه بجنيه اه 800 ولا جنيه 700. والدريبندي والدريبندي. اوبا تعالى. لا ما انا عارف ان انت وحيد انا بتشتري مني ابو بتاعتك حامد، بس سايبر وعاوز الفكره اعرف انا سعر شفت صورتك المليار دلوقتي على الفيس، كم عندك. حاسس ان انا اعرفك من قبل كده يعني، فاهمني؟ حاسس ان انا شفتك قبل كده. العب دور باسم المحافظات بتاعت مصر وحيد. يبقى اخسر الادوار كلها انا يا مش اسطى. عارف هو انت جورج عايز، انت مالك يا زياد، مالك يا حبيبي؟ وحيد خش امها، نعدين ام امها لاجلكم. حاضر يا جدعان، في طلب جماهيري على أمها يا جدعان. خلاص يا جدعان، والله العظيم ما روح انا دلوقتي مزعلكم يا عم، والله ما انا مزعلكم، اللي عامل لي روح زعلكم. العب دومنا، لا دومنا، ايه دومنا بتاعت الناس الهاويه يا صاحبي؟ انا ما بعرفش العب دومنا بصراحه، العب ما وانا سافرناش بقى. العب وانا اساعدك واحد. ايه ده، العب وانا بتعرفش تلعب اساعدك دومنا؟ واحد. لا يا صاحبي، اكتشفت ان انا ما بعرفش العب. بجد والله. مش معنى ان انا بكسب وسامي يبقى بعرف العب. امها جامده. ما ماشي يا جامدة زياد، ماشي. احنا نلاقي يا تليجرام ما يا تشوف صاحبي، امها ما وامها هي. حلوة، بس دي تاني مرة تقول نكتة حلوة زياد، فكده هتتعب دمك خفيف هيموتنا يا صاحبي. ده كفاية كده يا صاحبي. لا ما تلعبش دوم، ما تخافش، شير بيني، ما تخافش. زياد جاي يحقق احلام. يا عم والله شفتك قبل كده ابو حامد، والله يا عم شفتك قبل كده يا عم. يا اسطى احنا في عندليب الدق يا اسطى، كل واحد جاي من الكويت واللي جاي من السعودية، في ايه؟ يا جدعان لا 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 لا، دمه خفيف بس زي ما هو. الله، مع واحد قاعد بيقول لك روح على ام 50، ام اللي معايا 50 يا محمد، هو عايز ينجز حاله. يلا ينجز حالك يابا، بيقول لك تنجز تكسب وتوزع، هتقفل اللايف بتاع وجع دماغنا ليه كده؟ صوتي بيقول لك العب الجيم باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان الانتخابات وكده. طب يا عم الدور ده باسم الرئيس بقى، عبد الفتاح، عبد الفتاح، الرئيس عبد الفتاح. اوحي انت بتقول ايه؟ لحد دلوقتي يا عم واخد بتاع 99% من الاصوات، ده لو دي طول مش هيبقى ده كده ان مشطف، شاء الله عليه. ده مشطف، خارب الدنيا، مشطف الرجاله. هو شطفنا احنا كمان يا عم، انا اللي غبي برضه، المشكله بلعب مش باسم مين انا؟ بس ايه ايه كنت اقول اه هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا قلت اسم عبد الفتاح السيسي كده على طول حاف كده. ف هو بلحق.
هو اللي قال وحيد اهو، التاني برضو قال اهو سنة. صاحبي انا ما خسرتش يا صاحبي، انت فاكر ان انا خسرت الدور اللي فات ده؟ انا كسبت خبره، حاسس اللايف ده هيتقفل علينا. كسبت خبره يا بلد صاحبي. ش... ليه ايه ده؟ ايه ده؟ مالها السعوديه يا حب؟ السعوديه يا صاحبي كبلد على راسنا وكشعب على ما راسنا تلعبش التانيه الجيم ده، ما تلعبش الجيم لا ده. بس على راسنا شعبها نجس يا صاحبي، بلد والله السعوديه كبلد العظيم. هات لي السعودي يا اسطى. بص بص صاحبي. لا انا احكي ما لك بحبش موقف دول الخليج. بس يا لا صاحبي، والله احكي بعد لك اذنك موقف. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك، قلنا خلاص السعوديه كبلد على راسنا وكشعب على راسنا برضو، بس التانيه انت موضوع. ايوه ما انا بقول لك استنى بس، خلاص يا حصل صاحبي، معايا صاحبي موقف وربنا لا احكيه، مش عارفك ان هو شعبي بدم الراجل. لا بص انا بصراحة انا أنا ما صاحبي بحبش الشعب ده بصراحة. ليه ليه مكتب عقارات وكده وحيد فاهمني، بس للسياح بس تمام. ف واحد سعودي كلمه عايز شقة، بس هو عايزها عائلي هو وعيلته. تمام. المهم كلمه وهو راح له المكتب وبتاع واتفق معاه. المهم قال له انت بتتدرب فين؟ ده هو بيسأل صاحبه، بيقول له انت بتتدرب فين؟ فصاحبه قال له عادي ما... قال له على المكان. وراح قال له طيب في حاجة في سبب يعني بتسأل عشانه؟ قال له انا عايزك تدرب مراتي. اوه يا بيبي بيبي فراح قايل بيبي له بيبي مش فاهم حضرتك بيبي، حبيبي. راح قايل له ضربه. قال له بس بص خلاص كان بقى، في فيلم بس نكمل القصة بعد اللايف. ابو ايمن في الانتر. لا ده قال له ايه بقى، في كام في كام جيم للحريم، انا ممكن اكلم حد وانت تروح توصلها وتدفع انت بقى هناك، انا ما مش بتاعتي. قال له انا عايزك انت تدربها. يا صاحب الراجل عنده ذوق برضه، يا لهوي لا اسمعني ده لو شافني يا لهوي، ده انا فوق وتحت. صاحبي ده راح ايه، هو عمال يجيب له يمين شمال شمال يمين، والتاني ما فيش، هو عايز هو ده يتدربها. خلاص قال يا له خلاص صاحبي، ماشي هي اللي عايزه مش هو اللي عايزه. اسمعني بقى، يا عيلة ريت الباب. يا ريت والله يا ريت. المهم راح قايل له بس يا صاحبي بقى، بس يا صاحبي، انا ما كتبتش بلس 18 في عنوان في العنوان اللايف، اهدى بقى على نفسك. هو كسب بيه يا اسطى. بالحب يا اسطى، لا انا انت معاك في جامد اللايف وعملت لايك وشير وكومنت، تسلم يا قلبي. بس الرقم بتاع الواتس ده الرقم بتاع الشغل، حظك ان انا اللي ماسك دلوقتي الواتس والله. والله، شكرا يا احلى شكرا. ارض ربنا يديمها نعم. احنا ما قلناش ان هي ارض وحشه يا صاحبي، ما هي احلى ارض فعلا، انا قلت بس لو السعودية اقتنعنيها كبلد بقى على راس يا صاحبي، بس شعبها على راس التانية. قلنا ايه؟ طيب. السعودية كبلد على راس، لان دي بلد بتاعت الاسلام، بلد رمز للاسلام بس اصلا، انا مركزها هنا عندي حاجة. كميه ناس من السعوديه والكويت انا في الهرم، فشايف فاهم انت عارف بقى انا نفسي كلهم اخد علوم دور، نفسي اخد دور، زهقت. يا صاحبي. هيك انت كنت بتكسب على كريس واحدة واحدة. دلوقتي بتبخسر مرة واحدة، يعني ايه اللي تلاتة دي؟ قوم يا صاحبي قوم يا بطل صاحبي، اللي روح تلاتة يا على عم. وضع حاسس ان كراسي. كلها يا اما فلاش يا اما ستريت. انا كان معايا الترتيب يا صاحبي، معايا ترتيب، انا فاني بيه الترتيب. ما فلاش تلعب على بلاي كارد. برضاحي في حد قال يا جدعان جاب سيرة حد طيب كده من ساعتها؟ احنا ما الله، مين؟ فداك يا ريس، كله يهون عشان خد كسين خاطرك يا سكر. ابني. انت عبيط، انا سكر اللي احتاجه والريس موجود. لا 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 دي لا اكبر لا لا بتاعتي دي. يا لهوي، اللايف هتقفل علينا بجد والله. حبيبي 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 قلت لك ركز في اللعب وسيبك من الحوار. ما هو صاحبي عمال اقول له بس يا ابني، بس يا ابني مفيش فايده، انا اعمل له ايه طيب؟ يا صعب، بس انا كنت لازم اكمل اخر قصة السعودية دي. صاحبي لا، ما تكملهاش دلوقتي بعد ما نخلص لايف. اللعبة الدور ده طب هتكسب فكرنا عشان هي قصة مهمة. طبعا، مهمة، أهم قصة أنت هتحكي لي دلوقتي. اخوة الواحد في الدنيا ده. أنا عارف، أنا عارف، ولا مش هو؟ مين؟ لا لا يا جدع، في أخول يا منه؟ اسطى لسه خسران مليار دلوقتي جدع يا اسطى. بس ده خسران انا مش مليار شايف حد دلوقتي اخوه. صاحبي. انا طب هيضحك ليه معاه؟ ما 100 ضحكش. مليون اهو، ده داخل في 100 مليون اهو صاحبي والله. اتقل بس لسه في اول اللايف، بتسخن بس وانا هنحصلك. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ انا حاسس الكروان ده صعب. مش انا على فكره الوحيد اللي بيتكلم. ايه ده؟ ده زين يا زين. انا اللي بتكلم يا صاحبي، ده مازن اللي بيتكلم. بس بعد ما نخلص اللايف مازن وبعدين بيتكلم. يا جدعان بعد اذنكم، هم محدش معايا يكلمني على الواتس غير في الشغل. بعد اذنكم محدش يكلمني على الواتس غير في الشغل، عشان لو حد غير اللي فتح الواتس وحد غير اللي ماسك الواتس دلوقتي هديكم كلكم بلوك والله.
جدع. انت ترجع انت كريستيان جاب، الكابتن اللي ما في انا شيخ شفت نيكولا ليك هوبل ده ينزله. كومنت تاني. خلاص يا عم قمت، خلاص صلي على النبي، اعملوا كده مع الناس الضيوف عندكم يا جدعان. شكله يعرفك وحيم. شكله اكيد يعرف نعم وحيد، خدوا بعض الله في السعودية، حلوة المشكلة وارجعوا. اه فعلا احنا محتاجين نعمل كده، بس هو الراجل بيقول لك دخل مصر جاب مصر، يعني روح له ليه في السعودية؟ الراجل تعبنا، تعب نفسه وتعب مراته وهزوها وجم لحد مصر. واختها، مراته واختها يا صديقي. يا ده القصة هتسخن بقى، ما انا ده بقول موضوع لك العيلة كلها بقى. فايوه القصة هتحلو وانا مش واخد بالي. لا اصبر يا في اللايف تبقى دي. اه يلا اخر جيم في اللاب يا جدعان. يا قلبي روح تحت امرك يا قلبي، يا سلام انت تنور بس والله. انت العب ايه ده؟ على الطلان، تلعب دي خلص، تلاقي شغال وصلت يا وجوه. عمر، وصلت الرسالة يا عمر، خلص وافك لك البان يا صاحبي. يعني مش عارف انت واخد بان بس ليه، بس يلا يا عم المفروض ان انت واخد بان خلاص، بس عشان انت بس نورتنا في اللايف يا عم فكول، عشان خاطر كمان مازن النهارده معانا. يلا يا عم، اخويا اخويا وحوح. هو انا دخلت لايف غلط ولا ايه؟ لا يا صاحبي انت في اللايف الصح، بس الناس دي اللي... مين ده؟ ده خالد، ده خالد خالد لا يا مين عم، لا يا عم؟ ان مين، شاء الله لا يعني. لا مين هو ان فين؟ شاء الله، لا فعلا. اه ها هي هو هي يا ولد، يا ولاد الجذب، يا ريت بقى ما نتكلمش في حاجه غير اللعبه الجميله العظيمه، واللي محملش كونكر يحمل كونكر، ايوه ولعبه جميله جدا وكل يوم بتعمل كونكر مسابقات جميلة يا جدعان. انا اه كل يوم بقعد العب دومنا يا اسطى، كل يوم انا اه اسمي الحقيقي مازن كونكر، اخرب الدنيا اه اه عاش كمل. كل يوم. احنا كنا بنتكلم ان احنا عايزين نبتدي نوسع اللعبه ونعمل لها دعايه في السعوديه يا خالد، ده اللي احنا بنتكلم فيه. السعودية، اه والراجل اللي جه هنا كان بيتكلم معايا في ان هو يعمل لعبة برضو يعني تبع اه كونكر، او اه عاوز هو يبقى داخل شركة يعني فاهم، فهو الموضوع كبير يعني. جدا جدا جدا، فاحنا انا بقى بجهز لك فايل بكل الديتيلز وكل الداتا اللي احنا بنجمعها دي، وهبعته لك ان شاء الله قريب. هما يجي لي تاني بإذن الله، ما اه باذن الله على الواتس. ظبط لك كل حاجه ما تخافش، انا بقالي كتير ببعت لك الاي دي وانا وانت مش بتبعت لاخوك، وانا بعمل شير ماشي يا صاحبي. طب نكسب، انت شواف صح، فيك عين يا صاحبي، يعني فيك احنا كنا معانا 100 مليون دلوقتي كعب معانا الكوبايه مغمي، 35. 100 مليون كعب الكوبايه مغمي يا صاحبي. المصاب اللي سجل فيها بالكود، الكود بتاع التسجيل يجي منين؟ من اخر الشارع صح؟ صاحبي ده معلش لما قلت ممكن رايح ننجي السايبر اللعبة، معلش لو اسمعوا عايز اشحن بعد اذنك. اسم اللعبة كونكر، حملها وكلمني. كود اللعبة ده يا محي، لما بتبقى في السايبر اللي متسجل فيه ايوه البطولة، يا صاحبي، انت انت بيقول لك بتسجل على هناك. ميعاد البطولة وبيقول لك على عنوان السايبر، هتروح السايبر تحضر البطولة هناك. ده في ناس خربها، بتعملوا حاجة في الجيزة هنا حي. يا القاهرة يا الجيزة، والله مش واخد بالي، بس هم قالوا لي ماشي القاهرة تعالى يا الجيزة. القاهرة، هم تعالى تقريبا القاهرة، عملوا القاهرة بس الجيزة لسه لا ما اعتقدش ان هم راحوا القاهرة، لسه في اسكندرية كل ده ما جوش عندي. عم القاهرة لسه بقى، لسه بقى يجوا يروحوا القاهرة بعد كده عشان الجيزة. اللي اعرفه ان شلبي اصلا هو اللي ماسك الحوار يعني، فاكيد حسام متابع يعني اكيد. ايوه ده فين السايبر يا ابني؟ انت لو دخل التليجرام كنت عرفت يا محي، انت لو دخلت تليجرام اللعبه ومتابع، ده بعيد بقى ان خش كل يوم في هتلاقي مسابقات، العناوين كل يوم في مثلا. مسابقات يا صاحبي. مين اللي دمه خفيف بتاع اخر الشارع ده؟ اخر الشارع ايه؟ انا ايه ايه انا اللي قلت هو حسام، اديله بان مش انا انا، مش انا. اه تعال تعال ايه. الاسبوع الجاي يا شباب هيبقى في القاهره باذن الله واسكندريه. ده خالد تخطيط بحسب محي. هو انت بتقول انا لقيتك رافع ايدك كده ايوه وبتشوح خالد اسمه هيد كوتش. بره عني بقى، قلت له اه هو مش انا. ولا جاي شباب يبقى في القاهره باذن الله الاسبوع واسكندريه. الجاي فين بقى؟ في القاهره بقى يا خلود، يا رب تكون جنبي. فين يا خالد؟ والله يا الله ما الله اعتقدش ان هو هيقول لك داتا يعني، بس يلا ترك. ولا بيقول لي بعت لك 170، كنت ابعت له الرقم الكاش يعني، ولا ابعت لها يا ابن الحرمه ايه؟ عامل الزباين شكل جميل انا.
بس ايه رايكم بقى، طورنا نفسنا بقينا فاتحين ماسنجر وفي نفس الوقت طولنا بالنا على الزباين. قلت لهم يا جدعان معلش ايوه طولنا بالنا على الزباين. هزود طيب لكم صح مرتب يا يا عم، جدعان. حاجه طولنا بالنا. اه يا صاحبي قلت لكم هعمل لكم هزود لكم مرتب كل اسبوع تروحوا تعملوا مساج لبدنكم عشان خاطر تعرفوا تستحملوا الزباين. اه والله ما انت بتقابل نوعيه زباين تخليك مخصي مش خسر اه يا صاحبي. خسر. فزودنا مرتب عشان الناس تستحمل الزباين وعشان ايه نبقى وبقينا بنشتري من اي حد يا عم. يلا بدل ما كنت اقول له يا عم انت ايه ده ايه ده لا ايه ده شاري ايه من ده بره وانت مش زبوني وبتاع. لا يا عم خليت عايز قد ايه؟ انت خليت ليه يا صاحبي؟ انا ايه سايبك خليت واخد بالك، حسين يا اسطى خليت ليه؟ والله عشان مركز مع الكلام بس والله. بس يلا احيي شفت انا بقى لما بصيح في الكلام بصيح. اه صح معلش حسين، حقكم عليا يا خليته جدعان، حسين حقكم بقى، عليا يا جدعان تخيل. معلش معلش يا جدعان حقكم عليا ما كنتش مركز الزبائن والله. بقى دلوقتي اللي عايز تعمل مساج للضنا ابعت لهم الكشاف بقى. الناس بالزبائن بكله. لو بص العيال، بص حرام عليك، كنت هتكسب والله يا الدنيا. اسطى انا حرام عليك في انا اللايف حرام ولسه مفلت عليك. بياسين في اللايف اهو الناس كلها بتصيح عشان مش مركز. بس هبعت لك المليون خالص شفت يا جدعان وانا مركز معاك وفلت بالاسين وبعت للزبون مليون ناقص كل ده عشان مركز في الكلام بس. ويا ريت بتكلم في حاجه مفيده. ما لا مفيش حاجه كلام مفيده. ثانية. اه والله في حاجه انت كمان بيزن على الماسنجر. تعالى تعالى يلا طب بينا. انا عاوز اعرف حاجة، هو لما ينزل يعملها في القاهرة هنا اه هتمسك كذا كذا مكان ولا هو مكان واحد؟ هو في اليوم مكان كل يوم مكان ممكن بقى اسبوع ورا بعضه لمدة كده. اسبوع اه مثلا ممكن اكتر بس، يبقى الله اكيد اعلم. هيعدي علينا، اكيد هيعدي علينا. ايه اللي اكده ايه اللي اكده ممكن يبقى الاسبوع كله في منطقة واحدة. هي بتبقى في ايه طيب سايبرات معينة صح؟ اه بالاتفاق مع جدعان اللي عنده سايبر هنا جدعان صح؟ وعايز يعمل فيه بطولة يتواصل معايا على الصفحة يبعت لي بس العنوان بتاعه ويبعت لي رقم تليفون ليه وانا هخلي الشركة طب انا تكلمه. صاحبي عنده سايبر، ابعت لك انا الداتا بقى قدام. يا سلام ابعتها لي يا قلبي. بس لو اسكندرية كمان تبقى احسن واحسن ان هم ماسكين اسكندرية دلوقتي لا مراته اسكندرية واخته صعبة. ومساج متأكد انه لايف بكر صاحبي. ما بكر ايه يا صاحبي بكر حرام والنسوان والمساج برضه هو. انت فيها صعب كلها في بعضها كده انت مالك فيها. وبعدين ده حسام اللي ايه جايب النسوان. لا مش انا، الراجل حسام بتاع اللي جايب السعودية، النسوان. يعني عايز يخش الشركة، شركة هو ومراته واختها. اه يا صاحبي اه ف ايه ده سري سام فشيخ ده. هما التلاتة كانوا عايزين يكيشوا الصراحة، فأنا وافقت يعني. ايوه ايوه لا هو حسام ايه جوني سينس في نفسه. مش بالظبط، بس هي حاجة كويسة، شايف هتدي دافع قوي للناس. ايه احنا ما تلاتة خلاص بنخافش هنخسر بس خلاص هنخسر نزل. رجاله. نزل تلاتة ولا ايه؟ نزل ما نزلش. ايه ده، واحد واحد خسرنا رجاله يا عم مالك في ايه عشان لعبنا بقلب خسرنا 5 بعدين مليون جوه. بس. لعب خسرنا 5 مليون بس عشان لعبنا زي طب الرجاله. كويس 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 كويس. كان لعبنا زي الرجاله عشان احنا بنكسكسه صاحبي ما بنخافش وما بنجيبش ورا احنا رجاله. خالد يا خالد يا خالد يا خالد، ايه الدوري الادوار اللي اللي فاتك ده فاتت كان دي زمانك كسبان زمانك 120 زمانك مليون كبير ركز في اللعب وحيد. ليه يا ايه يا عم عم، ايه 120 مليون سرحت دور واحد كسبان على ما خسران 120 مليون. ايه السحر انت هتكسب الاسود ده؟ 25 مليون بس اصلا. عارف هم 5 تنفور يا صاحبي وثلاثه منهم فلتوا. انت الدور انت مليت فيه بدبل اس دلوقتي، خدها 45 مليون. ما لا 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 كلمني انت واخد 32. طب لا ما يا عم خالد معلش والله كلمني كنت على شايفه الصفحة يا صاحبي 32. كلمني على الصفحة يا صاحبي معلش. استنى طيب استنى هو واحد بس اللي لعب معايا. واحد بس اللعب مع اه الراجل ده بيقول كلام زي الفل يعني اي حد يضايقه تعرف انا هقول له ايه. آه ثانية بس هفلل الدور ده عشان ايه مركز ان انا افتح الاكونت. اه فلت فلت، سيبه انا فلت بقى. ايه ايه كنت عم اقول الباسورد بتاعي بصوت عالي. تمام في دورين دورين ده ضاعوا على منك. ان انت انت ماشي يا عم حصل خير يا عم، تتعوض عادي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كان معايا الفلاش بالاس. اه اه ايه انت لسه هتقول لي اه اسمعها لا مش كده صح، كده كده ما حدش معاه فلاش. اه ده كسب ايه ده، وان بير هو بالواد بس، بالواد بس. هو كان فلاش بالاسود 9 يا جدعان. خلاص خلاص اللي قاعد معاك ده اللي اسمه اوريو ده معايا في اللايف يا عم. ماشي يا عم ربنا يزيده. شفت بقى طولنا بالنا لمدة شفت المساج اللي بيتعمل بيبقى مفيد ازاي. والنبي وحيد، وديني للمرة دي.
مين قال لك ان هي مرة؟ اح واحد دانيال قلت له يا جدعان هو اللي مش انا اه لا يا صاحبي، هو اللي جاب نسوان ورجاله، هو اللي جاب كل حاجه، حسام هو اللي بص البلاء. انا ما بتعرفش تلعب. ولا اه يا تديني صاحبي ما ورقة بعرفش العب يا صاحبي، علمني بقى. اطلع بص بره بص، بقى ده مش ورق، اطلع بره ده مش ورق نلعب بيه خالص، ده مش ورق نلعب بيه. شفت ما بنعرفش لا نلعب يا مش صاحبي. جاي على هواية الورق يا انا حاسس كمية تلاتينات طارق ألف شيخة. انا حاسس طارق ان انت يعني فلاشات النهاردة حوار، بتعمل دعاية لإيطاليا ما خلاص يا اسطى لازم يا زميلي يأكد ان هو في ايطاليا. هو الراجل فرحان، ايه المشكلة؟ لو سافرت ايطاليا انت هتمشي، تعالى انت هتعمل تاتو ايطاليا على تيزك يا اسطى. بتمشي مفيش منه الاوبشن ده بقى قال لك كدابة، ايه يا عم كدابة مين انت كدابة كدابة معرسة. تصبح على خير ولا هتلعب لا يا اسطى هنقفل ما تقفل احسن انا نقفل يا صاحبي. خايف اه لا هنقفل، هنقفل هنقفل نلعب خلاص. تصبحوا على خير يا جدعان، يلا تصبحوا على خير يا جدعان، تصبحوا على خير. يعني من انا اقفل، كتري يلا اتكل على الله. ادي 300,000، ايه ده وصلنا للدرجة دي؟ ادي 300,000. بقول لك واحد 300,000، خش دور دومنا واحد خش حبيبي واحد 100,000 دول يعني بربع جنيه؟ واجيبوش عادي ربع جنيه 300,000 دول اللي عاملين يا صاحبي جنيه لا 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 جنيه والله اه يا جنيه جدع تقريبا. 300,000 اه المليون بتلاتة يا صاحبي، صباح الفل. يا لهوي يا جدعان بتردنا واحد؟ لا ما طيب بطردكش انت والله محمد سليم، ما بطردكش انت يا صاحبي، بطرد الناس الحلوه اللي انت عارفها. مفيش توزيع خالص. ايوه حلوه اه يا صاحبي عمر، مفيش توزيع. اقول لك حاجه عمر، انا مش هفك لك البال. انا دلوقتي افتكرت انت واخد بال ليه؟ عشان انت بودي واخد بال بتهمه البيضاء. هتودي دور على ام 50، ده يا صاحبي ال 50 واخد وانا اطلع بان لك بتهمة دلوقتي. يا البيضاء سلام انت تقمر، قالك واخد بان بتهمة بتهمة البيضاء البيضاء وحيد ما تجرب تغني كده صوتك حلو. دي يعني تعريفة مش مش نافعين في كان البوكر يا بيتكلم صاحبي، مش نافعين في البوكر، قلنا ننفع في الغنى. نوح يعني ايه بعد 6 خسائر قبل كده. عيد الكومنت بتاعي ظاهر، ظاهر على نجم الضحك ده، ظاهر ضحك على ايه بس نجم يا انت شربين؟ غيرت 60 اكونت وفي كل مره بقول لك ان الاكونت بتاعك ظاهر وانت مصمم ان احنا مش شايفينك صاحبي معلش، اديله بان انت لو دخلت انا لايف قلت وما له لقيتش مره علي نجم يقول لك الكومنت بتاعي ظاهر ولا لا، تحس ان اللايف ناقص. خلاص يا علي علي ايوه عليا والله الحرام ما من اديني بص كومنتات ظاهر يا طب عمر سلام دلوقتي يا عمر، والله يا برضه مش هفك البان ولا محمد، ولا محمد سليمان. عيد ينعدين الكومنت. علي علي يا نجم ما تحضنيش اه ظاهر صح، ظاهر خلاص يا اسطى خلاص خلاص شفت لنا حد مضلك للبدون علي. نسيت تسألني اذا الكومنت بتاعك ظهر ولا لا. علي كلامك راح معانا، واحنا عندنا في اللمة الحلوة دي مش عشان مبينة صح كداب كداب يا اسلام معانا فول كداب هاوس اهو، فول هاوس اهو، فول هاوس. انت بتحطها ولا هو انزل لك ورق لا بحطها طب يبقى خسرنا الجيم ده ما شاء الله. خدت بالي ليه؟ من زيمبابوي يا سيد اسيكا هو قاعد دلوقتي في زيمبابوي وباذن الله يخلص زيمبابوي الاسبوع الجاي على اخبار؟ جيبوتي اه مظبوط. واح واح قول يا موحي مع اننا خسرانين يا رجاله، بس نزلوا لايدات في الكومنتات يا رجاله، مع اننا خسرانين يا جدعان، بس يلا. يا موحي ايه ده انت كسبت اصلا ده الديلي ما فيش عم والله خسرانين يا عم، انا خسران لحد دلوقتي، من اول لايف لحد دلوقتي 60 مليون. مش هقول لكم نعوض، ايوه هقول لكم نوزع ايوه يا عم. يلا تعالى عمر عشان انت واخد بالي يا عم، بقالك مده يا عم ما بتحضرش لفات هناك. تعالى شربيني عشان انت راجل جدع، شربيني وتعالى تعالى وانت ساكت. تعالى كرولوس عشان ايه ما يقولوش برضو ايه عنصريين، نكسب مساحة ومسلمين وهم. تعالى مين، مين تاني، مين مين تاني يا جدعان معانا من اول؟ تعالى محي، محي تعالى تعالى. انت معانا من الصبح يا جدعان. تعالى مين تاني يا جدعان؟ تعالى محمد اسلام المجهود قوي، في اللايتنج لايتنج مش شرط لايتنج، انت قديم قوي يا مازن، يخرب بيتك. هو ما كله يعرفش بقى اكيد ما يعرفش الكلام ده كله فتح على كله يا صاحبي. ايه ده هو انا ما جالك ينفع انا علي واحد
انت قديم قوي يا صاحبي، انا بقى لي فتره والله ما لعبت. يا رب ما تلعبش. لعبة جميلة عشان اخويا ده، لعبة جميلة. لعبه جميله. اه لعبة عظيمة سين سين عظيمه. يا اسطى والله، في لحظة تفرحك وفي لحظة هوب تخليك تقص الضحك. والله يا اسطى انا كنت بجمع على مليون واتنين مليون زمان انت قديم قوي بجمع ياه، ارقام. ما هو بجمع ارقام، انا بلعب من زمان يا وحيد. انت فاكر نفسك كبو كبو، بس اللي تديله 10,000 يقول لك انا معايا 100 مليون او حاجه. والله العظيم عيل عيل تحفه لا هو تحفه. لعيب برضه. لا لا مش لعيب، بس لعيب فشخ، هي اللعبة دي يا اسطى عنده قلب على صبر. طول. ايوه صبر وقلب. انت ترمي بقى تخافش، في ناس بتخاف وتجلي فاهم ما قول كده، تلعبش. قول كده على الدغري تاني يا صاحبي. انا اه على الدغري. كبو يا كبو، كبو متنكر. لا كبو متنكر والله. حسام حسام وفين شلبي؟ عارف ان شاء الله، وما تقريبا ادراني يا زميلي. حسام راح فين اصلا؟ حسام سابنا ومشي تقريبا. شكرا تم يا حسام، مشي. شكرا يا حسام، شكرا يا محترم، شكرا يا ابن الناس، شكرا شكرا. عمال ايه اكلم راح نفسي يتيتو جاي؟ ايه. خلاص بقى رجالة بقى، بص رجالة رجالة رجالة، خلاص كفاية ديات. هناخد دور والله كمان خلاص يا النهاردة جدعان أصلا. خلاص. كابو قول تاني آه يا زميلي. لا 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 لا، مفيش حد عارف يقول غير كابو ده صاحبي، ده ليفل عالي ده. ايه ده بعت كاشك؟ معلش والله يا بيبو كنت في اللايف. ايه خد يا صاحبي الكاشك، خد يا صاحبي انت كمان يا صاحبي. حول ايه؟ حول على الصفحة تاني عشان نعرف نتابع الناس، انك لو حد كلمنا. شفت انا مجتهد ازاي؟ طلع لايف وماسك واتس وماسك، يا لهوي دلع والله. إدارة إدارة اه يا لا انت الادارة، انت ايه عندك الدنيا بعضها ولا ايه؟ عوكل الجن نفسه معانا شوية، تفتح لي صبر بهجة صبر أنا أنت إيه شوية يا أسطى عوكل. مالك؟ انا والحديد التاني، انا كاتب كمية أنا ليه البطل يطلع معاك؟ لا وحيد ليه، ده حكايته حكاية ده، ربنا يسامحه. ايه ده انا معاكم من اول اللايف وشغال شيرات، شغال شيرات، واحنا كل ده ما جبناش 500 شير، بس انا هقدرك يا عم. حاضر حاضر يا خالد، انا عارف ان انت معايا من اول اللايف يا خالد، لا تقلق يا صاحبي. بس انت بس تظهر لما اقول يا توزيع، تحط التراي دي في الكومنتات، انا مش بشوفكش يا صاحبي. انت بعت لي حاجه يا وحيد؟ لا ما بعتلكش انت، سوري ما بعتلكش انت وحيد. عايز اي حاجه العب بيها يا ريس زي بعضه. حاضر يا فيومي، بس ناخد دور كمان ونقوم نظبط الرجاله. تلاحظ ما بكسبش حد مرتين، بحاول اوزع على كله والله، الا لو ربنا فتحها في وشنا بقى هنوزع توزيع محترم. انا كومنتاتي زهره. طيب زهره حبيبي، زهره قلبي، مش انت اللي كلمتني على الواتس برضه ابو احمد؟ زهره معادي، زهره معادي. وحيد محمد منصور قول يا صاحبي. وزوز سابنا هو كمان ولا ايه؟ لا ما معانا سكت. لا 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 انا هنا انا هنا مين حطك على فايبريشن؟ طيب انت انا هنا اهو. بيسألني في رقم كاش اكيد عايز اي حاجة العب بيها. معانا استنى الحمد بس لله. يكسب يطلع يوزع. صح خب، قص قص على العم كده انت وهو ولا ايه؟ زراعي ديات يا جدعان، ديات ديات الناس الحلوة اللي بتقول لي فين ما كسبتش، هو فين يا جدعان؟ ديات يا جدعان معاك من اول اللايف، ديات بقى ياسر المصري. انت ما كنتش معانا في الكومنتات فمش هاخد الاي دي بتاعك. حسام سامي برضو نفس الموضوع، حسام سامي ما كانش معانا من اول، ولا علي اشرف. الناس اللي كانت معانا في الاول متفاعله معانا فين؟ محمود الفيومي تعالى يا صاحبي، مين تاني عمر كان معانا من وكادر الاول؟ خالد علي تعالى، خالد تعالى تاني، تعالى توتي، توتي معانا برضو من الاول، جبنا اسمه كتير ده. انا مش لسه بعت لك عمر، خلي غيرك يكسب يا جدع، حب الخير للناس عشان الناس تحب لك. احمد، النهار. طب يعمل ايه يعني؟ احمد فوكا تقريبا حاجه زي كده. فاضل لنا واحد، فاضل لنا واحد، عايزين ايه؟
جدعان اللي كسب ما ينزلش الاي دي تاني يا جدعان، نراضي بس الكل ونرجع تاني نوزع من الاول وجديد. يا سلام انت تؤمر والله. فاضل واحد يا جدعان، عايزين نكسب حد، حد معانا من الاول، واحد معانا متفاعل معانا في الكومنتات. تعالى على نبي، تعالى يا عم ثانية واحدة بس يا جدعان، معلش هرد على الزبونين دول ثانية واحدة. في هنا تلات، تمام. عقبال ما نفتح لك كونتات وكون خلصت انا بس الزباين. عارف انا زبون مين اللي صايع فتح دلوقتي يلعب بس يلا. زوز ايه يا قلبي؟ تقدر السبب صح؟ صح ولا ايه؟ رد على الكومنتات طبعا. انت الكومنتات يا صاحبي عشان انا مدعوك كده. بس المشكله ان انا عندي دلي ابن وسخه مش فاهم. لا الدلي مش في الكومنتات يا ظريف، عكش على نفسك. عقبال بس ما الرجاله اقسم تفتح معاك من اول ربع ساعه خلصان. هيوزع عليك، هيوزع. اهدى بس، استهدى بالله. ماشي يا وحيد، انت نسيني خالص انت يا اسطى، والله العظيم بيوزع او ما بيكسب. ولا اقدر انساك يا قلبي والله، بس اديك شايف الدنيا يعني. عمال امس عليك من بدري يا وحيد، انت ما كنتش بترد يا فخم. احلى اسم مسا مين؟ عليك اسم حسن. مين يا صاحبي؟ اسم مين؟ حسام سامي، حسام سامي. حسام سامي يا صاحبي والله أول مرة أشوف الكومنت. عم ملحوظ، روح فين من بعض محي ملحوظ احمد، الف سلامة عليك وربنا يومك بألف سلامة حبيبي يا محرز. مش عارف ماشي مين قالك إن أنا تعبان، بس ماشي. قال الدور مين ده؟ لا، هتكلمني على الصفحة، تبعت لي الأي دي. بص متقولش حاجة كده مع بعض صح؟ تعالى بقى نبتدي ما التوزيع دي يحيى يا كده، وحيد، الناس فيها والله فتحت معاك من بقى. الاول وما كسبتش المرتين. خليك يا اسطى معانا لاخر اللايف يا اسطى، اول ما يكسب هيوزع على طول. مش مرتين بقى، دي التالتة بقى. اهو دي التالتة والله، انا انا معاك هعدها من لكم يا اول جدعان، اللايف. هعدها لكم. التوزيع الجاي يا طارق، استنى التوزيع الجاي. طيب اذا اعرف اعمل شير ازاي يا اسطى، هتعمل شير كده هتلاقي فيه سهم كده عند، اكتب تعليقا تحت دي، هتلاقي فيه سهم كده على اليمين، دوس عليه، بعد كده اختار المجموعة، وبعد كده تعمل شير عادي. عادي جدا يا جدعان، بورت مولو والله. بس اختار بقى مجموعة نظيفة بقى، تكون مجموعة كده فيها ناس كده. تكون حاجة تبع كونكر بقى. يا عم ولا مش تبع كونكر، بس يكون فيها ناس تشوف اللايف. احنا بنعمل الشير ليه؟ عشان ناس جديدة تجيلنا يا عم، تجيب هيعمل شير، مشاهدات هيجيب وتجيب ناس ما لايكات. مش فاهمة هي بتعمل ايه. مشكلة، ادخل ممكن بس في بابجي مثلا، جروبات بابجي برضو شغال عادي. اي حاجة يا صاحبي، لو جروبات طبخة حطها برضه، هنقول لا. فاكر وانكس بيت؟ ايه اخر مرة كنت كسبان فيها لا 800 جنيه وما عرفتش اسحبهم. يا اسطى، انا خدت منها 8000 جنيه. انت 8000 جنيه ده عيل كده فاجر، تعبتها بتاع 3 4 مرات بس. انت كده فاجر. بقول لك يا اخويا، لو عايز مليار جملة وكده بكام؟ ب 2900 مليار يا عم. يعني بص عاملين واجب فوق الواجب والله، مليار ب 2900 ولا عزاء للحط. رأيك صحيح في الأسعار؟ شفت الأسعار أنت؟ مازن ايه يا قلبي؟ شفت الأسعار؟ بقول لك الجديدة ولا مش خدتش بالك؟ شفتها. هي الاسعار تقريبا حلوة يعني، بس انا مش أنت متابع كذاب، الاسعار ما بين أنت كذاب فاهم. وبتفسي عليا، أنت كذاب ما شفتش الأسعار أصلا. لا والله العظيم الاسعار يا ابني، حبيبي مش لسه فيومي، مشتري منه. حياتك عندي، ما انا اللي كنت ماسك. لا، اشتريت تقريبا. كان في حد رد عليا كتير كده الفترة اللي فاتت. هو اللي اسمه اوريو ده ماشي ورايا ليه يا صاحبي؟ انا بلعب ب 10 مليون، انت طمعان في ايه؟ طمعان في ال 10 مليون؟ هو عايز العشرة يا عم، خدهم وقوم. عارف انا، انت بطيخ. عارف انت لما ايه بحسبها تاني 10 حاجة مليون كده، تلعبها؟ 10 مليون المشكلة يعني 10 مليون يا مثلا. عوكل يا عوكل، ايه ده عوكل، ايه ده عوكل. احبي مش هكسب حد خلينا اسمه حاجة اوجا نلعب ده. بيها. انت بتدي نص ونص؟ لا بيدي ربع وربع. يعني ايه نص لو عايز ونص يا تمر صاحبي؟ اديه، مش عارف. يعني ايه نص ونص؟ خد انا خلصت الزمان اللي في دي، حوار نص ونص ده صح؟
ايه نص ونص ده صاحب، انت اتفهمت الموضوع غلط. ايه نص ونص طب بتقول ايه يا اسطى؟ يا اسطى؟ انا التوزيعة الجاية ده انا زعلان منك عشان انا بعمل شير وانا في اول اللايف وتكبيس. تكبيس ايه يا اسطى؟ عارف، بس هو تسلم يا عم. رقاصة يا اسطى ولا ايه؟ التكبيس اللي هو عمال يعني يعمل لايكات وجروب وجوله، بس ماشي يا عم والله على راسي والله. انا شريك شايف والله، سوري كسب الناس كلها، انت بس اللي لسه ايه نصيبك هو ما اول ما جاش. بيكسب على طول بيوزع يا جدعان. ايه اللي بص ينزل بقى الفول هاوس دي بقى، بص تمانية يا بقى؟ نزلت 10 مش 8 بقى. بجد والله صح، ياه صعب عليا، قاعد عمال يرمي عليا بوكسات وشلاليت ويا لهوي طار في الاخر. ايدات على طول، ايدات ايدات. تعال ابعت انت كمان ايديا يا هبلت، تعال تلعب 30 في الكومنتات، خد 3 مليون من اللي انت خسرتهم. تعال يا صاحبي، انا والله صعبت انا عليا صاحبها والله. وصديقي مين وانا مين اللي الله هو اعمل معاك من بدري. مش عارف يا اسطى، في انا واحد قلت اسمه اسمك، قلت اسمك وما بعتلكش ملايين. انا كل اللي قلت اساميهم وخدت ايدياتهم كانوا عمر. فاتحين، كلهم كانوا فاتحين وبعت لهم. عمر؟ لا بعت له عمر انا، دمكم اصلا في عمر اللايف. ايمن بدوي لا ده ما والله ما في بعتلوش حاجه ده وصلتني. عمر، ده انا بعت له عمر تاني. لا مش تعال انت عمر، في اتنين عمر دلوقتي. تعال احمد يحيى، احمد يحيى اول واحد. مين تاني؟ محمد سليم، تعالى يا عم عشان ما تزعلش يا عم، تؤمر بس يا قلبي. سلام محمد، محمد سليمان، انت عارف، انت عارف نفسك. تعال رحيم، انا بعت لك رحيم اول لايف. محمد منصور، تعالى لا سعيد محمد، احنا لسه شايفينك دلوقتي يا سعيد يا اسطى، والله معاك من اول بدري. ايه بس محمد منصور وعلي اشرف. محمد منصور انت كده بالاي دي غلط تقريبا، انت نسيت صفر زياده بس في الاي دي، انا زودتها من عندك. فاضل واحد، فاضل واحد، تعالى واستحلش على حاجة يا وحيد. محمد تامر. مين مين بيقول طارق ايه عيد بيقولك ما وسحتش على حاجة يا وحيد. صاحبي؟ طارق عيد ده قلبي، مش حد عادي كده زينا. لا طارق عيد ده انا اعرفه من زمان يا صاحبي، ده بتاع ليبيا ده انا عارفه. بجد والله والله انا اعرفه بقى، دي داخل على السنه ونص كده. ايوه ايوه بقول لك ايه يا صاحبي، حد ده ايه انت صديت ولا لا؟ انت صديت. صديت ولا لسه؟ مش فاهم يلا يا لسه يعني بتعرف تلعب وكده تيجي معايا ولا ايه؟ عم. ابعت دبل ايدي على الديسكورد. طب بص بص يا صاحبي، انا زودت لك صفر في الاي دي بتاعك عشان خاطر انت الاي دي بتاعك كان ناقص، بس انت قافل، يا اما انت بعت لي الاي دي غلط. فخلاص بقى، خدت الصدمة بقى. انت فين يا جزمه؟ كنت بعمل حاجة وديت. لا انا مع صوتك شبه صوت مازن، بس بعرفك من كلامك، مميز يا، انا مميز طول عمرك مميز. أخويا الوح يا اسطى والله معاك من ساعة ما خسرت ال 100 مليون في أول اللايف، ومن ساعة ما صاحبك كان بيحكي حكاية الناس يا دين بس أم على بس ظهر صباحك. ولد ولد عيب. هوب 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 يبقى احنا اكتشفنا ان احنا مترقبين، فخلاص نلم نفسنا بقى. يا عم، بناقص ب 3 مليون اقعد معاك من الأول. الله يرزقك يا حبيبي. أخوك عبد مين ده؟ مين ده؟ مين الحلو ده؟ ياه مين ده؟ عبده محمود. شكرا عبده والله يا استاذ. يا عم والله انت حد جميل يا عم والله، ربنا يكرمك يا عم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يوسع عليك. شوف انت حد حبيبي جميل. والله والله يا عبد الله، انت لو بعت لي ده صاحبي انا كسبك 10 مليون يا عم والله، حد جميل يا عم. تعالى زوز يا جدعان، خلاص هي مش حفله، هي وحيد انا اتعمل لي حظر كومنتات ومش عارف ابعت لك الاي دي وانا معاك من اول اللايف. لا بص بقى كده، انت كده حلو، احنا قلنا ايه ده شغله بس، احلى بلوك احلى بلوك. هيكلمنا على الواتس يا جدعان بعد اذنكم، كلها هيكلمنا على الواتس في حاجه تانية غير شغل، هديله بلوك. هيتخرتق. هورمها له برمها. ايه انت واحوح. ده مازن، انت اللي اسمك اف اي اف اس اس دبليو اي ده، ايوه فسفساوي انت ده. بس اساوي تعالى صح، اساوي رجع بقى اللي انا خسرناه بقى بعد اذنك، يعني بعد اذنك لو مش هنلاقي حضرتك، يعني لو مش هنيجي على ابعت لي الوقت اد. يعني. لا ابعت لي انت ايه بقى، تعالى يا عم، طب ابعت تعالى لي يا على عم، تعالى سامحني لأن التليفون زبالة. بعتلك.
عايز اشحن بس ب 30 جنيه، بكمل العجلة يا عم. تكمل العجلة ولا ما تكملهاش، انت تأمر يا باشا. انت مين انت؟ اقعد يلا وحيد. هي تكسبنا. طيب طب انت زبون يا اسطى، يا اسطى يا اسطى، انت حبيبي يا اسطى، ادي لك بان ليه انا يا جدعان والنبي؟ عايز ادي بان لحد؟ ساعدوني ما اديش بان لحد يا جدعان، بلاش الواتس يا جدعان للشغل وبس يا جدعان، بالله عليكم. انا لما بسمع التنين تن دي انا اعصابي بتتعب، باخد علاج عشان اعرف امسك الواتس الساعتين دول والله. ما هو باين طبعا. ايوه يا اسطى. وحيد معايا بتو 9 وادو 8 فلاش قلوب وسنبوكسات. صاحبي ملوش قلب، ملوش بتاع. ملوش بتاع. يا لهوي. يا صاحبي انت لو ملعبتش تبقى خاوي. لا ما انا هلعب تمام يا رب اطلع خاول بقى. ده. لا لا، لو لعبته خسرت عادي يا صاحبي، عادي. بس تبقى ايه خسران راجل يا صاحبي. انت ليه قاعد بال 20 مليون يا صاحبي؟ انا بديلك عشان دورين. انت مش بني ادم ولا انسان والله، والله انت ما حصلتش حيوان. انا قلت لك انت صديت، قلت لي لا صح؟ اتكل على الله بس. سامحك يعني ده خسروني الوحيد، انا الوحيد اللي خسرت 20 مليون. عشان ده انت معاه غبي ايه ده؟ حمار. انت غبي لا جامد ليه؟ حمار. انا كان معايا ايه يا جدعان؟ ورقة اختفى. كان معاك 9 انت كان معاك 2 وواد و7 و10. لا شكرا. فضل فضل. قاعد على نفسك أمها تطلع يا بيبو، قاعد معانا؟ على طلع أمها. طلع الجاي يا واحد. نكسب. طيب دور. طيب ما انا بقول لك اكسب وانا معاك طلع الجاي. انت عارف كمان اللي موترني ان انا شغلت الماسنجر بقى بعد ما كانت ضغطك على الواتس. بس لا، في ضغطك انا على الواتس وماسنجر، واللي ايه ده بيكلمني على الماسنجر ده الاتنين بقت مع الاي دي بعض؟ اصلا ايه يعني. بيكلمني ابتدى بيقول انت لي بترد هنا وهنا؟ ايوه يا ايه صاحبي، مرازية يعني؟ يا وبلعب لهوي. ومركز في الكومنتات ومركز معاك وسوبر مان. انا يا صاحبي انت فاكرني حد عادي لا كده؟ الله اكبر الله اكبر. مش حد عادي يا زميلي، انا سوبر مان وبلف في العجله في نفس الوقت. يا لهوي عليا. العجلة دي ما بتطلعش حاجة يا اسطى خالص اصلا. ملهاش أي وعمري لازمة. ما كسبت ممكن منها، بس بص في هي ناس بص تبعي كسبوا يا صاحبي. بص هي ممكن تجيلك من ضمن مليون مرة. ده من ضمن زبلين مرة مش محمد مليون عماد، مرة. ما محمد عماد كسبان منها حبة حلوين، زي حاجة ألعب بيها. أنا كسبت منها بتاع 30 مليون بس، ما يعني ما كسبتش منها حاجة. لا محمد عماد خد منها مبلغ. كان فيها رقم يا اسطى، كان فيها بتاع 4 ولا 6 مليار تقريبا. وزين، ما زين كسبان برضو منها. وزين لا بس اللي بياخدوا مليارات دي بتبقى حظ كبير قوي يعني، حظهم بيبقى كبير قوي. ماشي يا ياسا. ياسا بعد اذنك يا ياسا، يعني ما تكلمنيش هناك يا صاحبي عشان دي مكان شغل يا صاحبي. وحيد انا بقالي كتير معاك وما خدتش مناطق ولا مليون حساسة دي كبير. يا صاحبي. محدش يكلمني غير في شغل، خلوني اركز في الكومنتات. انا معاكم في الكومنتات هنا والله، انا نفس الشخص يا جدعان. اكتبوا يا سلام جدعان علينا هنا في يا الكومنتات ولدين. يا جدعان، اللي عايز وحيد يا جدعان يكتب هنا في الكومنتات، ايوه يا جدعان، ما احنا اللي ثلاثة عايزه بنقرا شغل كومنتات يكتبها يا على صاحبي. الواتس، شغل بس على الواتس يا جدعان. ده مش واتس بس، واتس طب اللي ماسنجر يا هيكلم عم. وحيد على الواتساب غير في الشغل واتس امه رقاصه. وماسنجر وكومنتات و... اللي هيكلمني غير في شغل مرقص بس بس كده. مرقصة قول وعجبها ليهم تعمل اسمه مساج يا لمكان عم. مش حلو. ايوه هجيبها انا، هجيبها انا انا اللي كسبت. يا اسطى. انا معاك ايه ده اكونت بيبو اللي هتلاقي. لا كسب يا يا جدع. جدعان لا بيبو ولا الدور اللي قبل اللي فات؟ معلش يا بيبو كنت سرحان انا. احلى مسا عليك يا معلم. مش هتعرف ان ماليني بركه يا بيبو، مش هتعرف ان انا ماليني بركه مع اي حد الا انا، مش عارف ليه بس انا ماليني بركه يا عم. وانا الله انت جازم، انت تعرفش تلعب انت. يا اسطى انا بقالي كتير والله الواحد. قلت لك سالتك صح؟ سال. قول لي يا صاحبي خلاص ما بعرفش العب، تخسرنا احنا لا ليه بس ليه الورق ليه ليه؟ جامد بصراحة يعني، والله انا ده انت قلت اللي اخد منه جامد. بتاع 40 ولا حاجة. عم اقعد بقى، ما تعرفش تلعب يا صاحبي، ما تفسيش علينا. ايوه سالتك صديت اللي لا، وفتحت صدرك كذا زي كتكة موديش كده. كانت كده مودي. اه خلي بالك انا والله مجمع كام مليار الفترة اللي فاتت دي حلوين. ابيض عليك يا هشام، ابيض عليك يا اتش.
يا اسطى الشرات والدكن اللي بعمله ظهر لكم يا صاحبي، تتعمل احلى اداء يا صاحبي، تسلم ايدك ولا زعل نفسك. حقيقة 2 مليون والله، حاضر احمد اشرف. بس معاكم زمان. حط يا صاحبي بقى ايه صورة على البروفايل بتاعك، ما يستخسرهاش والله، بتدي انطباع حلو عنك، السي في بتاعك بيبقى احسن. تدي انطباع حلو. عشان انا بشوفك من غير صورة كده انا مخي بيمنتجك لوحده. كلكم حبيبو على كلمتكم. اخرق ولا اللي هي 10 مليون ولا ايه؟ 10 مليون اهو، 15 ده اللي 15 مليون اقسمهم منك الشحنة الجاية انت حر. أول ما عرفت إنك عايز جيت أوام. سلام ماشي تاني، بس ما عملت فيها خير والله عنك. يا معلمني يا معلمني الغراب. الغراب. يعني لا جد لا يفوت والله. انت بيقول لك انا احط صورة واجي هتديني. هديك اهو، روح وتعالى هيديك يا هديك حبيبي. جدعان. محدش يقول الكلمه دي غيري، بسمع انا بس اللي اديها. انتوا معاكم ملايين؟ معكوش ملايين، انا بس اللي اديها. بالملايين. يا صاحبي اللي انا اللي بالملايين. حط الخطة وانا اللي اقول يلا. هو بالظبط صاحب الكورة. صاحب الكورة بقى في الجول. يا اسطى، نفسي اجرب العب وحاسس ان حظي هيفتح. ايه ده يا ايه؟ الو، ما انت يا باولو تجرب تلعب وهو هيفتح؟ ايه يا اللي هي 15 مليون حرامي. وحيد انا معمول لي بان كومنتات احلى بان يا صاحبي، انا بسكت لك لما كلمتني على الماسنجر، لكن تكلمني على الواتس هنا انت كده غلطت في امي معروف. حصل، وصل. ناويين حد فيكم بقى يتسندل معايا ويجي يمسك مكاني؟ شفت يا جدعان أمرك يا فندم. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ولد ما تتظبطش عليه اكد. أنا ما خدتش يا وحيد ومعاك من الأول. عديك دلوقتي، اصبر. طب أقول إيه طيب؟ ديك انا دلوقتي، اصبر بس والله اصبر. لو كسبنا الدور ده هقوم اديك، ولو خسرنا هديك برضه. بالحالتين هديك. انت تقمر في فلاش ايه؟ تنزل احسن ما اديك. انت حر، انت حر. الشاي. طب اي حاجة. 10 واد بت اي نيلة لا لازم نطلع شوية. ولا اي حاجة. هقوم اديك دلوقتي السماعة. بتشتري على كام؟ كسب ايه ده؟ خد يا عم الاسعار كلها اهي، وانت نقي اللي انت عايزه منها. عم وحيد انا مش واخد منك ملايين يا عم وحيد، استنى بس النبي اديني ملا مليون يا بس. عم وحيد. والله يا سليمان انا صاحبي خدت الاي دي بتاعك وانت بعته غلط، كان كاتب بدل ما تكتب 273 انت كتبت 270، زودت انا بقى الصفر من عندي قدام الرجاله اهي، الرجاله دي تشهد. وجيت ابعت لك برضه لقيتك قافل، قلت لك يا صاحبي انت بعت الاي دي غلط وانا صلحته لك وبرضه انت قافل، خلاص عديناك. انا مش عارف اعمل لك ايه يا سليمان والله. حاولنا، انت اللي مش عايز تساعدنا ان احنا نديك. هو الكومنت بتاعي باين يا سيد، باين يا قلبي. عمال اعمل شيرات ولايكات وكومنتات يا اسطى ومولعها لك يا صاحبي، احنا قدرناك وبعتنا لك ملايين وهنقدرك تاني ان شاء الله، بس ادعي لنا بس نكسب دور حلو. نكسب بس يا جدعان، نكسب نشمها. طب انت ايه يا عم القرف ده يا عم؟ ابعت الاي دي مش عارف بس ابعت. 3 حلوه يا حبيبي. طب انا اقول لك على حاجه بقى يا اسطى، الورق المعفن ده والله هو اللي بيكسب اليومين دول. العب يعني على ضمانتكم؟ لا استنى. طب لا استنى استنى، ايه انت خلاص قلت لي العب فانا لعبت، انتهى الموضوع. ايه ده؟ انا لسه عندي ما اه اه صاحبي انت قلت لي العب فاحنا لعبنا خلاص، وهنقوم نديك انت مثلا لو ما كسبتش. ربنا يستر. شكرا يا مازن، بعت لي العنوان يا مازن. ابعته لك حال.
في واحد بيقول لك طب اديني انا لا فاهم لا حاجه. لا، بس سيبولي ده، انت ايه بوظت لي الكوميديا انت، سيبولي. طب اديني انا فاهم. ايه؟ ولا ايه؟ انت شو فتحت؟ ما انا بقول لك اديني طب بيقول لك طب اديني انا فاتح. يخش بدماغه. خش براسك. يا اسطى انا معاك من اول اللايف والله، وما خدتش يا جدعان، ما تنقوا الفاظ انا تانية بقى. ما بعرفش فيها يا جدعان. اسمع ما كسبتش يا رجاله. مظبوط. هو خالد خالد ولا ده مش خالد خالد؟ لا، ما هو خالد. خالد ايه؟ خالد انا نعنام بقى، ايه مش خالد خالد ده؟ حاليا واحد كاتب دلوقتي كده هو خالد كرم معدي يا على مستر فرنسا. وحيد. طب اقول لك يا بيبو، ما تيجي معانا الديسكورد يا صاحبي، بدل ما انت قاعد كده بتتابع من على الواتس، تعالى معانا الديسكورد نتكلم، اقل اعرف معاك ورا ايه، تعرف معايا ورا ايه، نلعب مع بعض يعني. يخرب بيتك شاحن، انتوا سامعين تنين تنين دي؟ ده كل ده في الموبايل، في الشاحن ثابت، بس هو عمال يفصل الشغل، الشاحن باظ تقريبا. ونفس كسر بقى الكلام التليفون والله. بقى، بص انا كسر قاعد عمال التليفون احط وكسر الشاحن وموبايل 8%. ايه ده؟ انا موبايلي 8% والله. فينا شواحن من بعض. فينا عيد شواحن بجد، من انا بعض. عمري ما خدت منك مليون. بص يا ريت نكسب، بس يا ريت، وليك عندي المليون اللي انت عايزه. وحيد وحيد قوم اسحب 10 يا صاحبي وخد 25. انت بتقول ايه؟ العب على 25. اسحب 10 العب على انت 25. بتقول ايه؟ اسحب لا لا، 10 ما مليون والعب بسحبهمش، على دول 25. بنطورهم مش بسحبهم. ماشي يا جامد. هاي اسحب رايك يا 15 روشنة؟ مليون روش روش وشخ، واطلع مع روشة. لا 10 لا مليون. صاحبي، لا بس ماشي لما توصل لليفل روشانتي بتكلمني، لو سمحت. فاضلك، مش حاضر مكلمش حد اقل مني في روشان واحد بيقول لك انا ما خدتش يا اسطى روح يا رب تخسر. يا لا عم. تولع. شكرا يعني. لا لا عادي يا عم، هو بيدعوا لي اكسب بخسر، يمكن لما يدعوا لي اخسر اكسب. بيبو مش اه عايزك والله صح تستثمر لي والله 15 صح. مليون بتوع يا بيبو، ما تستثمرش حاجة صح، بعد اذنك بص انت فتحت علينا فتحة. بص ودي على يا امه بيبو. 25 وخسر ما 15. تستثمرليش فلوس يا صاحبي، 15 مليون عايزهم زي ما هم، مش عايز فوائد. انا انا ما يمشيش مع المليون ده. عالي على ايه؟ عالي تكسب جيم رقم وحيد. يا رب يا سيد، يا رب. انا ما خدتش يا اسطى روح يا رب تخسر. كان انت عم ماشي يا عم، عم ربنا يسامحك يا عم. بيبو خد دور حلو يا اسطى. بس لا يا صاحبي، تعالى تعالى، احنا الراجل اللي اسمه عمر ده، تعالى يا صاحبي، انا يلا هديك، بقى لو انا وحيد. هديك لو ما خدتش يا صاحبي، تعالى انا هديك يا صاحبي. الراجل بيدعي لا نخسر، فلازم نديله. تعالى، ومش انا بس اللي هديك، انا ومازن وحسام، اديله. ولو في حد في الكومنتات نفسه حلو وعايز يدي معانا يتفضل. انا موجود انا اهو. انا عايزين اكتر، عايزين عدد اكتر، هو عايز ياخد كتير تقريبا. يا عم اعوض، انا عادي نجيب من اعوضك على القهوة تحت. يا عم انا هعوض طب قهوة ونجيب ايه على القهوه ليه؟ ما الرجاله في الكومنتات يا جدعان، في حد فيكو يا باشا. انا هعوض الرجالة فاهم. والقهوة وكل الدنيا انا هعوض يا صاحبي. خلاص حسام يا صاحبي انا سرقان يا اسطى. هيظبطك على الاخر، هروح يا صاحبي حسام هيظبطك على الاخر. عمر، شوف انت بس نفسك فيها يا صاحبي، نفسك فين؟ وحسام موجود يعني، حسام سداد، بس يعني. ولو حسام مش موجود مازن موجود، يعني اصحابي كلهم رجاله صح. انا موجود اهو. لا 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 خالد رايحين. لت صاحبي انا، ايه يا عم؟ حبيبي على الدور. اهو يا عم محمد فضل بيقول لك انا اديله اللي هو عايزه. قلت لكم يا جدعان، احنا كلنا رجاله ما شاء الله. الرجاله كلها شرقانه خد بالك. اخوك رحيم يا تعالى جدعان، لهوي احمد اشرف بيقول لك قلت لي حط صوره وحطيتها وحيد اعمل ايه تاني. الحمد لله يا رب. يا اسطى واحد العيال بيقول بتيجي لك على الفجر وتعيس. لا لا واحد لا بيقول لك لا، بطلع الساعة 10 برضه بيبقوا نفس العقلية كده. ما بجد اه والله. والله لا يا لا لا اسطى، لا لا دي الرجاله في زيمبابوي. لا هو ايه الرجاله عايشه في ميه البطيخ. الدنيا اختلفت تمام. او ربنا كلهم مسقعين. لو شلبي مش هنا عارف ما دلوقتي بتردش عليا دي. ايه مش عارف ما بتردش عليا دي. انت بتقول يا اسطى لو ما ابوك يكون ردتش مش عليك عارف يا ما بتردش صاحبي، فانا عليا ما ليه. شفتش الكومنت بتاعك، انا اسف.
بس عشان ماسك الواتس، شغال على الواتس في نفس الوقت بتابع الكومنتات ومع الرجاله آه وبلعب، كيرو فصعب. كيرو حتة انا يا اسطى معاك باور ليف دي مش جديدة عليك يعني يا كيرو انت ايوه علي الكومنت بتاعك ظهر يا اسطى. عرفتكش انا كده علي يا اسطى. علي انت حد يا جميل، علي كيرو والله عمري والله. اللايف ما تبقى لايف من غيرك علي. يا اسطى دي سعيد ده بينا صح بعد اذنك هنا سعيد صعب يا حبيت له اسطى والله. ده اسمه المسمى، سيبك. سمعت اللايف وبالأمارة صاحبك كان بيحكي حكاية الناس السعوديين. الله والله يا حبيبي، وش حلو عليك يا عم، وش حلو. ولا ايه فينا ده ايه ده ايه ده ايه ده بقول له معاك كام وش خليفة حلو يا اسطى؟ عليك يا صاحبي، وش حلو عليك. انا ليا 3 مليار مليون دلوقتي. 3 مليار مليون. اه يا صاحبي، تخترع رقم جديد. ده وده في كام زيرو بقى يا صاحبي؟ تشيليار يلا انا شوية واحدة تبقى ميت كده. هو لما يجي يبيع لي، ما هيبيع لي اكيد، يجي يبيع لي اقصى من 15 مليون، بس محدش يقول له عشان يبيع لي انا، محدش يقول له سيبوه في سيبوه، مصر كلها سمعك بقى محدش يقول له يا جدعان، محدش يقول له، محدش يقول له. مش قاعد بيلعب، مش متابع معانا، محدش سر يقول، سر محدش يغشش. هو صح. هنلعب انت مش جاي معاك خالص ده ايه ده في ايه؟ يا عم انزل انزل اس اس ولا وخلصنا نزل اي حاجه يا صاحبي لو ولا نزل حاجه. اسمه في اعلى شفته منه بقى، ليه عشان تتضايق ما اديتش الرجل، مشيته من غير ما اديه. انا لو كنت اديته كنت هيبقى حظي احسن من كده، عشان هو ده عليا اكيد اخسر. اه كان ندي وبعد كده نلعب. هاي الدور دور ب 25 عوض واحد بيبو كسب دور وانت مش شايفه من شويه، عشان اصله الناس بتبتن عليك كمان يا بيبو. الناس بتبتن عليك. روحه روحه العيال دي روح مربوح روح ان شاء الله. انت العيال دي منين يا مختلفه وحيد؟ انا من البنك اي على 2 حته جنيه هو من اي حته صاحبي، انا من كل حته. قلت لك افتح الحنفيه، لو ما هيطلع في لقيتنيش، اي حته. لو ما لقيتنيش نزلت لك من الحنفيه يا عم. بقى الكلام، لا لا قوم افتح دلوقتي الحنفيه، انت قاعد بتتفرج عليا، قوم افتح الحنفيه، قوم يا ابني. هو فين شلبي؟ لو كنت قلت له انه يفتح الحنفيه كان هيمد ايده. بس اه لا لا، انا بتنمر على الراجل لما موجود، بس كده. بعد كده هحولك انستا على الكاش. طب ليه كده طيب؟ عايز اقول لك ليه ان كده هو طيب؟ ليه كده طيب؟ هيرجع ليه؟ يكلم مصحح ليه؟ مهول صاحبي لا، انت مش عارف تكابي يعاقبني. ليه يا صاحبي كده بتعمل معايا كده؟ ليه؟ ليه كده؟ ليه كده يا ابو حامد؟ ايه بس كده بس كده بس بص 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 ما بص، كفايه انت مره حر. اسامه هيبقى ماسك الواتس وهتقعد مع اسامه. بص انت هي قفلة حر، قفلة وسخ انت حر، اعمل اللي انت شايفه صح. اسكت، هسيب اسامه هو اللي يتصرف معاك. هتجمد له فلوس لحد اخر الشهر، شوف هيعمل معاك ايه. حر عليك، عليكم. خلصانة كده بيبو، تسلم يا صاحبي، فلوس وصلت يا صاحبي. شكرا يا صاحبي، شكرا 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 شكرا. حبيب 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 في اجماع على خلصت ام لسه 5 25، مليون في اجماع كده. طب تعادل استنى دور وعيد. كده بص كده دور ده تعادل يا والله وحيد هو ده بيبو اللي قاعد معاه. هو ده بيبو اه اسمه احمد علي احمد. هو قصده كده تعادل اه العب معاك طب ولا ايه يا ابني؟ ما تيجي ديسكورد يا ابني. او يا اسطى خش محدش معانا يا اسطى لو سمعنا خش معانا ممكن ما كنتش معاك ديسكورد على الموبايل. ممكن اه ممكن فعلا انا لعبت على امل ان حد فينا بيبو ياخد الدور، فان شاء الله تكون انت معاك حاجه من اللي على الارض دول. ان شاء الله بيبو يا انت اسطى معاك فاضل لك حاجه يا ثلاثة بيبو. فاضل لك ثلاثة او فاضل لي فلاشاي، اه ولا نزلت لي دي ولا نزلت لي دي. احنا هناخد خازوق مغري، بس هناخده مغري دلوقتي. ممكن يكون معاه فلاش هو الله عليك، يلا كده رجعنا تاني ليه 10 مليون. 10 مليون يا حرامي، راجل عادي عادي فلاش ماشي يا اسطى معايا مليار و700، تاخدهم بكام؟ بص يا سيف، لو انت زبون يا سيف هاخدهم منك على 2.6، اللي هو المليار على 2600 يعني. لو انت زبون ولسه شاري مني قريب كمان، لو انت زبون ومش شاري مني قريب
خدهم منك على 2 و4. طب لو انت مش زبون اصلا وعايز تبيع، اخدهم منك على 2 و3 عشان ندي انا اولويه للزبائن، عشان خاطر اتنين. مش عشان خاطر، لا لا عشان خاطر انا ما اضمنش ملايينك يا صاحبي، فانا هاخدها على ريسك، ريسك ايوه انا هاخد طبعا الريسك، هتخليها شوية. اخدها بقى لزباين تطلع ملايينك شمال، فالزباين ياخدوا بن اروح انا دافع لهم تعويضات، ساعتها انا خسران. طب لو طلعت ملايينك ايوه تمام الحمد لله انا كسبان وعدت على خير، اصلك هيجي في مره هيحصل خازوق انا عارف، عشان كده بشتري من الناس اللي مش زباين الحوار عندي ده او بقى الناس اللي ما كتر اضمنش. اصلا. اه يا صاحبي محدش دلوقتي بيشتري ملايين مش بتاعته، تدخل السايبر انت لو طلعت من السايبر تشرب سيجاره ودخلت تاني المحل قلت له عايز ابيع اقول لك بره عني، اشتريت وسبت الجهاز خلاص. ايوه مظبوط صح. انتوا بتقفلوا امتى؟ لو قصدك على البيع احنا 24 ساعة، لو قصدك على اللايف فلحد بقى ما ربنا يسهل، 24 ساعة برضه. لحد ما ربنا يسهل يعني. نفسي اطلع لا عليها في يا باشا 24 احنا ساعة، اللايف شغالين. نفسي اطلع عليها في 24 ساعة والله، انت تاخد تمويل فيها دي. نفسي اطلع عليها في 24 ساعة فشخ، نفسي اجربها. ده التمويل ياخد وحيد، مش عارف ياخد تمويل ولا يحول. انت فاكرني، فاكرني عايز اسيب الشغل ده ليه بقى؟ انا عايز اسيب الشغل ليه؟ انا بخسر في الشهر اللي انا بطلع فيه لايفات اكتر من المرتب 4 مرات. لا ما دي حاجة أنا عارفها من زمان. لا لا انا اتطورت عن زمان، اللايف اللي فاتت على طول دي خسران فيها 2.5 او 3 مليار والله. يا لهوي انا بقول لك اتطورت عن زمان الحمد لله. انا كده ده بص أقل حاجة. ماسك نفسي عشان لا ماليش أنت نفسي العب بتتمت والله. بقى، ماليش نفسي العب والله. دي أقل حاجة عندنا. بس العب يا بكسب، بيبو. تكسب ان شاء الله. ست على علينا بس انتوا تستعجلونا هتخلوني ارمي باي ورقه، ما لو رميت باي ورقه وما كسبتش ما انتوا مش هتكسبوا انتوا كمان يا جدعان. انا لما بكسب بقوم اوزع، نية تبقى صافيه بقى كده وتدوا لي دعوه حلوه عشان اكسب بقوم اوزع، مفيش دور كسبته وما قمتش وزعت، الناس كلها شهاده. يا رب تنجح. يا رب تنجح هتتاح، عايز بقى ايه تتاح ينتشر في الكومنتات، خش واحد 25 نكسب دور. طيب ارجع ال 10 مليون بتاعتي من الحرامي؟ ادينا بنلعب يا جدعان على الهادي اهو. 25. طب ناخد دورين هنا حتى. هل تعلم ما بلح معنى الأحة؟ بلح والله بلح. أم قماش. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مش عارف ايه الورق اللي بقى بينزلوه ده اصلا. نزلوا ورق جميل. بص بقى، بص بص على الإيس اللي هينزل لي في الأرض يا اسطى، أنت بتقول إيه؟ بص بص على على إيه؟ الحصة أنا من والله كلامك خليتها بكرههم. تقطع نفسك. بكرههم. في إيس هينزل لي دلوقتي على الأرض؟ يلم لي كرامتي اللي هتبعتك دلوقتي في الارض. يا لهوي خدت الصدمة بقى. عيب عليك، ليه عمك وحيد لما كسبت بالثلاثة وبالستة؟ خمسة طيب. ثلاثة وستة أكيد نزل خمسة. كسبت بالثلاثة وبالستة مش بالاسين، الاسين كان شلون ده ليهم نزل اي لازمة خمسة اصلا؟ وثمانية. دعوة الوالدين ده مش دعوة الوالدين، ده دعوة الحارة كلها. حبيبي اتش قبل عليك هشام حمزة، قبل عليك يس. 2 5 7 ولد، ده مش ورق نلعب بيه صح؟ ورق نلعب بيه لا هو مفيش ولا فلاشاي حتى بقول لك، ولا فلاشاية ولا ترتيبات ولا فول هاوسات ولا ولا أي أي حاجة. حاجة. يلا بيبو عايزك تجيبهم في شوية صح؟ مش تجيب الناس، مش تجيبهم في شوية، أنت غبي بس عشان تجيب الناس. أيوه مش عليك، معاش عليك يا صاحبي. يلا بقى نبيع بقى ولا لازم تخسر في الاخر؟ يلا نبيع يا صاحبي، يلا علي اوفي اوفي مع الرسم. ما بتجيش بنت الجزمة على طول، بتيجي تقف في نفس المكان ده برضه. بص انا بحاول انصح الولد عشان يبو لازم تفلس عشان بعد كده ترجع تقول يا ريتني بعت ولا نقوم نبيع ولا انت شايف ايه؟ يلا خلينا نتمصلح، انجز حالك. ايوه صح. اه يابا طيب انا عايز واحد زيك جنبي يا اسطى لما اجي العب. ابعت له اي دي. شايف اللي بيقعد ينصح ده ما بيمسحش نفسه. لا لا انا ايوه صاحبي انا مش بستعجله عشانه هو، انا لما اشتري هكسب منه بس الموضوع كده، هو يخسر يكسب دي حاجه بتاعته، انا المهم مصلحتي. شايف. شايف اكدب احنا في عليكم وقت، يعني؟ اكدب عليكم يعني؟ عشنا في دول اجنبيه يا ولد ديك الكلب. شفت كده في اغشكم؟ مصر. اه ما غشكوش يعني يا جدعان يعني؟ اعمل فيها عارفين طيب تسع. طيب.
مش طيب عارف يا أسامة ليه؟ طيب عشان طيب حتى مع كتير، لا يا انا جدعان، المفروض ماتش مع لا يا كتير. صاحبي ولا شمال ولا حاجة، أنا باخد من تاجر وهو بطل مش لاقي حد، كله بيقول لي ابعت الأول وأنا مش ببعت غير للي عارفهم. يا عم ماشي يا عم، عادي يا صاحبي عادي، سيف مود مش تعالى اشتري يا عم، في بالك على راسي يا عم، وقاعدين بنتحقق بنتسلى وبنضحك في اللايف والدنيا حلوة. عايز تشتري يا عم تعالى، مش عايز تشتري برضه على راسي، يا سلام. سيف ولا سيف؟ لا هو بيقولك يعني ملايينه من الشمال، اه هو اصلا بيشتري بيتعامل كمية مع عشاير تاجر، مع كام لا بيشتري برضه منين؟ صعب، ما اضمنش غير نفسي والله. بيقولك عشان انا ما ببعتلهمش الاول، غير ببعت بس اللي انا عارفهم يعني. صاحبي مش على حوار كده، في ناس بيبقى معاها ملايين بتدي بان. انا انت لو اصلا ما تعرفش يعني، هو نفسه ممكن ما يعرفش. بالظبط انت ما بتعرفش غير لما تاخد البان خلاص تلبس. فاكر فاكر انا ما انا فاكر قلت لك ده حاجة كانت زي امبارح، كده، دي كانت امبارح دي كانت قريب. يا اسطى والله. خسران في حوار زي ده كتير كتير فشخ. ما انا عارف والله، اتصدق انا ما اعرفش يعني، انا اتقال لي بقى بعد كده ما اتعاملش معاه تاني. الله ربنا يسامحك، ممكن لان برضه لو كان لما انا اخد منك الملايين بسعر رخيص، انا باخدها بسعر رخيص، انا باخد الريسك يا صاحبي. لما الزبون بتاعي ياخد بان بسبب ملايينك، مش حاجه اقول لك هات فلوس، هحاسب انا الزباين دي واعوضها من جيبنا. ايوه انت عارف، هو لما بيبيع وحيد مثلا واجي ابيع له، ولا اقول لكن له انت انا عايز عشان ابيع لك تنجز انت مكتوب، الحوار ده، انت عشان تنجز الحوار ده صاحبي وتبيع بسعر بني ادمين عادي، تشتري مني وبالي اشهر لك. لا تيجي تشتري مني تلعب ايوه انا تكسب، تيجي عارف. تبالي خلاص هعاملك عادي معامله زبون 2 و6 وزي ايوه ما الفل. انت عارف ان خلاص الملايين دي بتاعتك بقى. بالظبط، في ناس بقى تكون عايزه تبيع معاه ملايين من بره، ولا لا ولا مش يشغل من زبوني، يجي يستنى نص انت ساعه عارف ايه ساعه اللي كده خلاني اشوف يروح دي جاي شاري برضو؟ مني. اقول له احذره، لو انت بتشتري عشان تبيع اللي معاك انا مش عبيط. يقول لي يا عم لا يا عم، ايوه 5 دقايق واحد عايز يبيع 2 مليار يا ابني. طب طب اتنكر يا ابني، طب اتعب شويه. مفيش مجهود. لا يا بتاعك الدور ده وحيد صاحبي، مالك بتاع يا صاحبي؟ عم انت مسميه سيبوا دور، عم الدنيا ساعة يا عم، انت مسميه دور يا اسطى. لا مش مسمي دور، مش بتاعي، بتاعي امال بتاعي ما بيخسرش صح. ادخل الدور يا وحيد. عظيم استغفر الله العظيم، استغفر الله عدانا العظيم. بيبقوا على 2.75، بس لازم تلعب عنده. بالظبط بالظبط، بس هو تلاقيه بيبيع لك بثلاثة وربع اقل واجب، اقل واجب ده طبيعي، عندنا. دي شرقية دي، مفيش حد بيخسر يعني، مفيش حد بيخسر نفسه. لا مفيش حد خسران في اللعبة، اه دي حقيقة. شرقية تقريبا، ده مش تمنينا محمود، شرقية اللهجة دي مش غريبة عليا. هاي شرقية شرقية شرقية، اه تقريبا انا فاتح معاك بقالي حمام ولا شوية هو و... ايه يا يا اسطى مش لما يا علي يكسب، يا علي بس يا عم علي حمام يا علي، والله قال لك انا معاك بقالي ببيعه. شوية وما كسبتهاش حاجة، عايز استنى اكسب. استنى، بص الكوميديا دي، بيقول لي والله ببيعه ب 3 جنيه وحيد. يا عم ماشي، وانا ببيع مليار ب 2900، جيب لك 2900 اشتري مني مليار وروح بيه ب 3000 وتاخد انت 100 جنيه الفرق، والتاجر بقى ربنا يكرمك بقى وتبقى حاجة متولي وعبد الغفور والناس الحلوه دي كلها في بعضها. يا عم هي بتجيب علبة سجاير، أنا بجيب علبة سجاير بكام؟ 90 جنيه. الحمد لله بطلنا الحمد لله. كم السجاير يا عم؟ والله العظيم يا عم 90 جنيه. هو مليون بكام؟ الليست اللي فودي كلها مش مالي عليك. قال لي هاي، اول حاجه جات له في وشه اوتوماتيك كده لسته الاسعار، قلت له هاي. قال لهم كتير مليون بيقول لك. بكام؟ طب ما كنتش سامع حكاية السعودية، خليه يعيد يعني. لا ما انا مش قطع هخليه يكمله اصلا، يكمله انا بس اللي اسمع الكلام ده. انت بتاعك وحيد، الهاك باين عندي، الهاك باين عندك احمد اشرف. انت مأكد الكلام ده؟ لو خسرت هزعلك. احمد اشرف يا عمك، بس مسكت لساني على اخر لحظه عشان ما اشتمش الراجل اللي ملوش اي ذنب في الدنيا غير ان هو بيهزر بس. انا مفيش محترم، كده. انا محترم، شفتوني ايوه مش كتير دي. انت بص اتلحقت على اخر ثانيه والله الحاج قبل ما تشتم. الدور ده بتاعك يا وحيد، وكل حاجة بتاعه بتاعه يا وحيد. عارف انا بتاعي فشيخ اوي كده. لمه يا عم لمه اللي اعرفه عن بتاعي ان هو مش كده يعني.
واحد بيقول لك اثبت لي ان انت لايف. طب ما تثبت لي ان انت بنوم. اثبت لك ان انا لايف، اثبت لك ان انا لايف. ازاي؟ خور له خور. اساسا ده بيبيت. طب ما قول تثبت اي لي ان كلمة انت وانا اقولها بنوم. لك، قول اي كلمة وانا اقولها لك. ما في فرق. نزل لك 9. بس صح. صلى على النبي بقى، صلى على النبي بقى، في صلى على سبيريت النبي. وفي فلاش وفي ايه الدنيا. ده في فيلم مش حلو هنا والله. شغال احمد اشرف، الحق صلاة العشاء. الحق يا حبيبي صلاة العشاء. الحق يا عم، ربنا يتقبل منكم يا عم، ربنا يتقبل منكم. صلي العشاء بسرعة قبل ما الفجر يجي. حدد العشاء ايه؟ زي المذاكرة بتاعت الامتحانات كده، آخر ساعة. تاخد شيش شوك، يلا شيش شوك، مجل صلاتك عشان تتفرج على الأمور. انت شيش شوك يا يلا. احمد، ما هو كان معاه 9 ساعتين بس في فلاش اللي كسب. كسب ستريت، قصدي ستريت. كسب ستريت. يا جدعان اللي جابتك شاحن يا جدعان. تنين. فكرونا يا جدعان، ما بجيبش كده سلك شاحن تاني يا جدعان. نبين ماشي بقى يا الورق، اسطى. انا نبين بقى برضه الورق. الحوار ده متعب. ايه دي؟ واحد مع 8 و9. 6 كمان. لا لا، فولد ملوش لازمة اصلا. كويس انك فليت. شو عليك؟ غشيم غشيم. علم لي دلوقتي 100 لسه مليون اوم. بيجيب الرجل اصلا. اهو بص، بيجيب 8 و9. بقول لك انا علم لي 100 مليون اوم دلوقتي. طب اطلع عليا بس دقيقتين، طب ابعت لك الاي دي. اتقل عليا دلوقتي بس عشان في اللايف. خلص اللايف واشوف انت ثانية. لا ال 700 انا هحسبهم لك بالسعر الجديد، انا متأكد. بس ال 300 مش عارف، ثانية واحدة هحسبها كده كلها. بص هو المفروض بال 300 جنيه ليك 100 مليون ونص. انا بعت لك 100 مليون، ليك عندي نص مليون، ما تزعلش ولا تشغل بالك يا عم. هو انت بتشوف الكومنت؟ اه يا اسطى، كلنا بنشوف الكومنت يا اسطى. انا زار معاكم على الهوا. اه ايوه يا صاحبي انت ايوه معانا على لا لا تبعت الرقم اللي حول عليه، حولهم كاش. صح، انت صح. يا رب تخسر كلنا معاك ماشي انت يا اسطى، وهي. يا رب اخسر كل اللي معايا. انا في اللايف انا واخد برضه 300 على السعر اللي بعديه. يا مفيش الكلام ده يا اسطى. انت بتفهم يا اسطى، لما انت بعت لي 700 انا كنت حاسبها لك على السعر الجديد. وصل لك كام مليون؟ انت على السعر الجديد 300 بس، عشان في فرق نص مليون كسرت اكتبه. شكرا. مساء الخير يا رجالة. نور قلب الرجالة. مين معاك؟ عامل قلبي. ايه؟ طب انا اقفل اللايف ده عشان زهقت والله، زهقت والله. لما اقول اقفل اللايف، مين اللي وشه حلو علينا ده يا جدعان؟ مودو منور يا مودو. قلبي. طب فين يا عم حكشة اسمه ايه؟ اسمه النهارده كوب. لسه بعت له والله، قلت له واحد طالع لايف، فهو لسه مغير التليفون بقاله يومين، هينزل الديسكورد وجاي. ممكن تلاقيه في الكومنتات. لا هو مش موجود في الكومنتات يا عم، كنت في الكومنتات كنا قفشناه بس مش موجود. انا من هو شلتينه لسه ما مغير يا ما جدعان. هو شلتينه خسران مكان. برضه يا جدعان. استنوا بس استنوا. لسه مغير التليفون. لا بس حلوة دعوتك يا سيد، بدعي لنا نخسر تاني بالله عليك. اه يا ابن دور ما هو العيلة يا مش طيب. دعوته جميلة ما شاء اه الله طب يا ابني. وجه بجحدة. ايه طب وجه فاضل كارت على الترتيب يا ولاد الجزم، مخلينيش اشوف اخر كارت. يلا نقوم نشيله.
انا بس اشوفك كان هينزل ولا لا. هينزل التلاتة، هينزل التلاتة، ما نزلتش الحمد لله ربنا ستر. انت فين يا وحيد بقالك كتير صاحبي؟ انا كنت مختفي ولسه راجع قريب. لسه راجع ايوه، بعت لك يا باشا السلام على الفيس على فكرة. صاحبي احنا رجعنا بقى. ايه بتقول لنا بقى موضوع بقى؟ رجعنا بتقول لنا ان شاء الله. ايوه بقى، حتى الواد شلبي كان معايا ومسى عليك من عندي ابن الجزم. ابوك كده. ثانية واحدة يا جدعان، بس معلش نخلص الزباين عشان ركنت ناس كتير. ايه؟ خد بس، قلت ايه انت؟ خد بتجري؟ مليون ب 3 جنيه لو تحت ال 50 جنيه، من اول فوق 50 بقى وانت طالع، كل فئه بتبقى ليها سعر مختلف، هتلاقي الاسعار عندك كلها فوق في الليسته. يا جدعان انا ببعت بس مش عندهم حد، في ناس ما تعرفش تقرا عادي. شفت انت بقى؟ لهو المساج بيعمل مفعول، يا طول البال قوي. شفت حل الفقير لما بقى مش عنده ديسكورد يقعد تحت في الكومنتات ازاي؟ ايوه افايه شايل اندرويد يا فقير. اندرويد يا لا 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 تكلمنيش انا كبو، لا 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 فقير مش عارف يطلع معاك اهو. لا ما تبعتش طلب، ما تبعتش طلب، ابعتهم جفت. عامل ايه يا حسين؟ الحمد لله يا ابو خير، انت عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. ايه مش اختفي ليه انت رافض كده؟ مش عارف والله، بس هو انا تمام كله. ايه ده الفقير يجي وحيد الفقير؟ يا لهوي يا كبو صاحبي. الو، ايه هو الاندرويد ما فيهوش مايكات ولا ايه؟ ايوه اتريق عليه. ايه على الحلو لما تبهدلوا الايام. تعال تعال ابو اندرويد، تعال سميك كابو اندرويد. تعال عم ابعت الاي افتح دي، المايك ابعت منين الاي يا دي. جدعان؟ افتح السبيكر منين؟ خلاص انت فتحت اهو، يلا تعال تعال بقى يلا. لا ما انا يا مش عرة معاكم كده صوت واطي. تعال بس ابو، يا ابو اندرويد تعال اجي فين؟ اجي مين؟ افتح انت تعال افتح الشير اندرويد سكرين. تعال تعال. ولا شير سكرين؟ مش محتاج شير سكرين اصلا. تعال شير سكرين، يلا فتحت الشير سكرين اللايف كله ادي لها شلل. طب افتح سبيكر منين طيب؟ انت وعدني يا اسطى ب 10 مليون. ده ايه ده؟ هو وايه انت ده مش مين عندك ده؟ سبيكر زينا؟ ده انا سامعك مش سامع اللي فوق. افتح مش سبيكر عندك ازاي؟ سبيكر زينا؟ انت فقير معلش. يلا مش عملت لك يلا اهو ماشي ان انا ما جبتش يلا ليه؟ بقى. عايز تيجي كان بيكلم مراته التالتة. ثالثة مراته صاحبي؟ التالتة؟ صاحبي كبو مراته التالتة؟ كبو يا صاحبي، جدعان في يوم الصوت يا جدعان. تكبوا يا جدعان، تكبوا يا جدعان. ما يعني ما فيش لا مرات اولى ولا تانية، كبوا شاذ اصلا. خدت الشاط مع بعض. فتح السبيكر صح؟ اسف والله ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف يا ابني والله. افتح مكبر افتح الصوت. سبيكر ازاي يا جدعان؟ يا دين ام يا جدعان. هتلاقيه فوق يا بتاع كابو ده فوق، هتلاقيه فوق. ابعت لك سكرين. ما غير الايفون يا عم انت ناصح. ايه ده انت ماسك لسه فقير اندرويد؟ معلش. يا معلش نسينا، معلش نسيت نسيت ماشي تفكروا بقى لسه فقير. يا ايه يا عم بطر الخواطر ده، نكح الخواطر ده. ده ليك الخواطر مش نكح. نوزع بقى، نديها توزيع. اوه نديها توزيع. اديها سرينا. اديله شخرة. حسام يا حسام انت روح اندرويد انت هتفهمني فاهمني ازاي؟ قول لي يا صاحبي عايز ايه؟ انا دلوقتي حاسس ان انت فاهم اللي هو انا بقى مكالمة كان حاطط تليفون على ودني عشان اتكلم، لان انا عايز السماعة اللي تحت تشتغل. طب السماعة دي؟ ايه؟ بص يا صاحبي بص يا صاحبي، ايوه هات انت قدامك 5 مربعات صح؟ فين الخمس ايوه 5 مربعات اهو. دوس كده هو علينا انت كده. اه هتلاقي فوق على الشمال صح؟ ثانية وجنبها يا جدعان، الزرار ثانية يا جدعان، ناخد رايدات. ايوه وعلى اليمين اهو في سماعة دوس عليها. على اليمين في السماعة في صوت تليفون يا اسطى. ايه صوت التليفون ده؟ جبتها جبتها. طيب عليك طلاق هاكر، ابن هاكر فاهم كل حاجة في التليفونات. الواد حسام ده عبد ده الحسين ده عامل لك بوينت ان انا حسام ما ده قلتوش الجينيوس ايه. بتاعنا يا صاحبي. ما عملت فاير لي ايه جينيوس بقى؟ ده معلش انت بتقول اخواتي، لي عملت لي ايه يا اخواتي حسام؟ معلش دقيقة واحدة بس معاك اخواتي، معلش حاسب بس الزباين. ما
خد راح بقول لك اعمل لك محمد ناصر اعمل لك انت ما جيتش ليه عملت لي منشن الراجل عايز يوزع هتصبر يابا الراجل بيتكلم بيكلم يا عم الناس في شغل يا عم اه يا صاحبي معلش بس عدي للناس فلوس عشان راكنهم بالي كتير بعتوا لي ملايين وانا ما بعتلهمش فلوس بالي كتير فالناس دي هتزعل خد راحتك يا باشا انا ما بجيليش يا حسام انا بص انا حاسس ان انا تايه يا اسطى فسيبني تمام انا سرحت في اللايف واشتريت زياده عن اللزوم محتاجين ان احنا نوقف شراء شويه حتى ما نطلع بس حبه حلوين كده من اللي معانا وبعد كده نرجع تاني ايه اشتري كومنتك ظهر يا بدر احلى مسا احلى واحد في الدنيا مصطفى اسف بمس عليك وحيد حبيبي يا درش حبيبي يا اسطى انا في الخدمه يا اسطى وعايز العب طلعه يا اسطى والعب معلش انا اسف لك فشخ والله انا بتكلم على التليفون يا اسطى يطلع التليفون ويلعب انت بقى حسام سامي حسام سامي احمد اسماعيل انا اسمع حسام مصطفى صح سعيد الشحات ايه يابا انت قابلك ايه يا اسطى الرائد كامل مين تاني مصطفى قاسم بس الرجاله دي تفتح بقى الرجاله دي تحضر حالا افتحوا الكوكب اسمه ايه افتح يا رجاله ركلت الوايلي لازم تفتح افتح يا طارق انا عارف ان انت جوه هو لحق حسام بهت عليك ايه يا حسام انا سايب الواد عاقل لا لا موضوع رايق النهارده موضوع رايق والله عامل تضليه لسه عامل شغلانه لسه مخلصها بس ايه رايك بقى كبو تسلم ايدك يا اسطى ده انت بالك رايق فشخ وفاضي فشخ انت فاهم اللي هو ما تعملهاش تاني بقى جدع ما تشغلش بالك تاني ولا ثلاث ايام سهران فيها تمام ثلاث ايام لا لو شفتها حاجه تستاهل يعني بس استنى اما اخلصها وبوريها لك انت كل لسه ما خلصتهاش لسه بقى بكره وبعد تبقى حاجه جميله جدا 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 وتبقى بجد بجد شاكر جدا لو انت عرفتني تشغل ايه بس طبليت حمام بعمل طبليت حمام استنى دي اللي كان كبه متصور جنبها لا لا بس دي حاجه صغيره بقى كده تحفه فنيه بتتحط زميلي انا عايز حاجه برضو عايز قفص حمام ولا غيط حمام بس كبيره شويه عندي حمامه كبيره مش لاقي حاجه تكفي هينفع ابعتها لكم في الديسكورد ايه في التليجرام ايه اللي انا لسه عاملها ابعت يا صاحبي عايز اشوف عندك دماغي جت شمال في يمين في شمال في بتفرج عليك يا عم احلى احمد اسماعيل في الدنيا يا عم يا عم احلى احمد اسماعيل يا عم على يد طلع احمد اسماعيل يبقى انا عشان تعبت نفسيا منه يعني دعوته حلوه والله بس تلبس ايه شغل عشان هنقدم بكره سمك لادم بكره لسه لابس اخرط مايه عندي في الدولاب وبقول لي البس هدوم شغل بكره مين يابا بكره انت خلي بالك يا كابو احنا هنروح يوم الخميس نعمل جواز جواز مين هنعمل جواز ليه الاول وبعد كده نعمل واحد ليه نحضر كتاكيت هتجوزوا مين يا عم اتكلم بعد اللايف احنا هنا في لايف قمار يا عم حصل اهو يا اسطى بعتها لكم اتفرجوا على الشغل الجديد دين امي بتكلف ده وحيد مكلفان بتاع داخله في الالف جنيه ولسه مش خلص ده انت زبون لقطه لسه بس سلالم ايه الكرتون اللي شغال في الخلفيه ده معلش هو انت ليه عامل سلالم للحمام عشان ما يقعش يابا دي منظر دي مش هتحط فيها حمام دي لما اخلصها اوريها لك بعد ما تخلص ماشي يا صاحبي يا ريت بقى لو تعمل لهم بلكونه يقفوا فيها يا صاحبي عشان الجو الكاتم اللي احنا فيه ده وربنا هتتعمل بكره وربنا هيتعمل بكره البلكونه عشان يقوع البتين ده كده الحمام والمطبخ هيبقوا تحت واوضه النوم هتبقى فوق صح؟ بالظبط يا صاحبي اوضه النوم في اول دور تمام والحمام والمطبخ في النص شارع دين امي مين اوضه النوم في اول دور انت ايه عم عايش كلب في دين امها عشان لما يحصل حاجه محدش يسمع اول دور محدش يسمع ما الاخر دور يبقى ايه ده طوب الارض هيسمع يا اسطى ما هو حمام بقى صاحبي يا
عم ما تتكلمش تاني، ما تتكلمش تاني صح يا اسطى. معاك زي ده وحيد بس ده اللون ده، اعملها زي التانيه زي الصوره اللي بعتها لك دي، بلكونات كده برضه. هي بص يا مزاج، انا بالنسبه لي الحمام ده ابني متناكه بيشخ على العربيه بس. اه والله ما هو مش برتاني يا عم، هو مش برتاني يا عم. ايه ده انا موجود انت بس انت ساعات التوزيع انت مش موجود يا محمد. مسا مسا غريب. آه غالب سوري. مسا مسا قول يا حمزة. انت نسيتني يا اسطى ولا ايه؟ مين؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مش سامعك، النمرة غلط. بص يا صاحبي، مهما تكسب ومهما توزع هيطلع لك ناس برضه تقول لك انت صاحبي ما بتوزعش، انت صاحبي مش عارف ايه. واحد بيقول لك يا صاحبي ما ترد. انت طبيعي، ده طبيعي. صاحبي ما ترد. اللي يشتم واللي يعمل. واحنا ايه؟ احنا ايه يا صاحبي؟ واحنا على السبات من غير مقدمات؟ انما على الدرب لسائر. بس انت وحشني موت يا وحيد، انت كنت فين يا اسطى ده كله؟ بقول لك راجع على تقيل كم كيلو؟ خف علينا يعني ولا ايه؟ يا اسطى انت اديتني بان من الكومنتات ليه؟ ما اديتكش بان، ما اديتكش بان من الكومنتات. انت جوه الكومنتات اصلا، انت ما... كده جوه انت مارك، انت مارك اللي انا بيكلمني على الصفحه، بيكلمني على المسجل بتاع الصفحه. انت مارك اللي عملها معاك يا صاحبي ولا مش انا؟ انت صاحبي بتتكلم كلام مارك نكحني. لا ايه ده يا صاحبي، انت بتكتب هو كومنت يا صاحبي، انت عايز ايه؟ والله واحد معاك من اول اللايف وبيكلمني بيقول لي انت اديتني من الكومنتات. اح اسطى ما هديك انا بقى من الكومنتات بقى. المساج، المساج اللي انا بعمله ما يكفيش كل ده يا صاحبي والله. والله المساج اللي بعمله ما يكفي كل ده يا صاحبي. انت هو حقيقه ايه؟ انت كنت غاطس فين؟ اقول لك بدل الله. ماشي خير يعني؟ أيوه. عدت على يا صاحبي، ما انا عايش اهو. نروح فين؟ ما انا عايشين يبقى كويسين خلاص، عايشين يبقى كويسين. اه يا عم انت عاوز، عاوز اكتر من كده؟ عايش وعايز تبقى عايش مبسوط كمان. انت صلاح ابن المتنيك انا، انت صلاح نفسي وحيد. انت مش عايز تاخد الاي دي دي بتاعي وبيعمل انجري لنفسه وبعد كده بيعمل اساد لنفسه برضه. بعد كده شالها خالص ينعك السم حياتي. مش هتعمل كومنت مسبب بقى وحيد؟ انا نفسي استغل الاندرويد حاجة. احلى مسا على كل الرجالة اللي على الديسكورد واللي في الكومنتات. فيصل مسا، فيصل فيصل مسا. بص بص، لما يجي سايبر زي ده بيكلمني ما ينفعش ان انا اطلع لهم الملايين اللي انا اشتريتها من الزباين. ينفعش، لازم اطلع لهم الملايين اللي نضيفه. صح، عشان ملايين الزباين زباين. وصاحبي مش منجوسه، لو حصل حاجه هيجي يقول لي ده الزباين عندي خدت بان وهي في الاكونتات بتاعتها 13000 مليار. ايوه صح. ايوه خلاص انا معاك من 1:30. هو واحد طالع من 1:30. هي الساعه كام اصلا؟ الساعه 3:30. ايه ده؟ مين؟ ايه؟ ازاي؟ زي السكر في الشاي. تمام، انا مسمي سكر وانت مسمي شاي. خد يا عم قلبي يا عم، خد يا عم قلبي يا عم، خد يا عم قلبي يا عم. مين ابن المرة اللي بيعمل الاغضبة؟ محدش زميلي يقدر يعمل اغضبني توم انت موجود صح؟ قالك مين اللي بيعمل اغضبني؟ هو اغضبك انت ولا ايه؟ يخرب بيت دماغك. اوه يا كوكبنا ابيض عليك يا وحيد. اسود يا عم. ده 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 ساعة ما طلعت ام الكلمة دي انا مش قادر افهمها، مش قادر اترجمها. انا فاهم ان انتوا وزكوا حاجة حلوة والله، بس انا مش قادر اترجمها. يعني ايه ابيض عليك يا صاحبي؟ ضربتهم عليا يعني ولا انت فيه يا صاحبي؟ يا عم اللي هو فل عليك يا صاحبي. اه مش عارف الكلمه بدون سرور. طب يا صاحبي وانت مش واخد بالك انت قاعد ب 68 مليون؟ لا ده كل اللي معايا بقى. هو خلاص هات، انا عايز اقفل. مش واخد بالك انا عايز اقفل بقالي ساعه بس مش عايز تقفل معانا؟ خلاص اقفل يلا. لا لا اقفل اقفل يلا. لا 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 خلاص سيبهم معاك يلا يلا. طب بقول لك ايه، بس استنى ما نعمل توزيعه ثانيه حلوه بس قبل ما نقفل. استنى استنى
بس نعمل توزيع بقى لها لازمه بقى توزيع ليه من اللي وزع وانا ضميري مرتاح. يا صاحبي بصوا كده يا جدعان بصوا كده توزيعات الثانيه وانت ضميرك مش مرتاح. يا صاحبي ابقى خسران وبوزع عشان خاطر الرجاله مقدرانا فلازم نقدرهم. لكن دي بقى ايه يابا الملايين الشمال عامله زي البنات الشمال. انت بتسوق سمعه الراجل يا اسطى كومنت ما تثبت يا صاحبي. هو إيه؟ ايوه انت عايز عليه كومنتات بقى ولا عايز عليه شيرات؟ اروح اشوف الشيرات والكومنتات واللايكات ونسبه الاداء. هات شيرات من تحت عشان انا اتفشخت الصبح من الشيرات. لا ما هو كده كده ده في بكره خمسه هيكسبوا دي بره عنا يا صاحبي. بكره اسامه هيسحب خمسه يكسب. اسامه ايوه اسامه هو سبحانه سبحانه ليه قاعد معايا على الترابيزه؟ قام طلع يجري قاعد يا عم والله ثانيه وراح قايق. ده وحيد هو ده الجروب. جروب ايه ده؟ اللينك للبوست بتاعي في الجروب عامل دعايه كده حلوه. دلوقتي الشير بتاع دلوقتي غير الشير بتاع بكره. صاحبي انا اسحب دلوقتي كسبانين وبكره في كسبانين تانيين بتوع المسابقه نفسها هتتسحب. انا عملت شيرات انا شيرات. عايز اتسحب بكره ولا عايز اتسحب يوم المسابقه ولا عايز اتسحب في السحبه. انا مش فاهم انا جاي ايه. انا مش عارف انا تهت مني انا مش انا ما اعرفش من الساعه جت 3:30 انا ما اعرفش. محمد انت بتشتمني انا ولا بتشتم الراجل اللي انت عامل عليه البلاي ولا انت بتشتم مين يا صاحبي؟ عمر ربنا يسامحك في كده حاجه تاني يعني. يا عم ربنا يسامحك يا عم شتمت الراجل ربنا يسامحك شتمتني برضه ربنا يسامحك. هو مين شتم مين؟ كسومك؟ لا بشتمنا انا كسومك انت يا ابن المتناك. شتمكش انت يا عم. صلى على النبي كم صلى على النبي يا انا خدت بقى من اول ما البوست نزل يبقى الرجاله اللي خربت الحوار هناك من ساعه ما البوست نزل يا جدعان الرجاله دي هتسحب بكره ان شاء الله. انا بعمل دلوقتي توزيع عشان عايز اوزع بسرعه قبل ما اخسر. فجزوا حالكم انا فاضل معايا 48 مليون يا قلبي. مش عارف اخش الجروب ازاي يعني. انا دخلت وعملت شغل. هتخش الجروب ازاي؟ والله شكله خبال فقير. ده انا اللي مدي لك من بنفسي. ولا معلش معلش بقى فكول الراجل ده صريح قوي يا بابا. فكول هات يا جدعان هات. انت واخد بال من هنا بس انت واخد بال من حياتك كلها. والله فك كده بعدي على الصفحات كده والجروبات كده فكهم لك واجي. هو مين مازن؟ مين زوز مازن؟ مازن يا صاحبي اللي سرق زين وخلاص ما بقاش حرامي انيمور. سرق زين؟ انت فين يا حرامي؟ حرامي اللي رجع له اللي رجع له ال 100 مليون؟ يا صاحبي. يبقى زين كده اللي حرامي يا اسطى عشان زين كده اللي حرامي. زين لا زين بص ما خلناش نجيب سيره زين عليهم. ما خلناش نجيب سيره زين عشان اشتمه في اللايف وهو بيزعل فخلينا ساكتين. انا اشتمه بقى في اللايف عايزين يا حرامي. انت كده شتمته؟ ايه ده هو مازن كده ما بيتكلمش ليه؟ هو ده صاحبي مازن الاداره. انا بتكلم يا اسطى من بدري. ده الاداره الحرامي بتاعنا. ده الحرامي؟ ده اللص. هو اللي زعق اتنين. انا حرامي. انا التطبيقات. انا حرامي. انت حرامي عشان سرقت قلبي يا قلبي. انزل لي ولد بقى ايه. لو ينزل لي شايب ولا اتنين. يا قص امك لعبه. يا تديله شايب يا بنت النكس يا ابني. الدور خلص عنده اصلا. خلص ايه؟ لسه عندي. مخلص عندك انت بقى. انت ايه ده واحد معايا اصلا صاحبي. ده واحد معاه اصلا اتنين وكسبها فور اوف كايند وقصمنا كلنا و... معاك اتنين. ايوه هي دي انا عارف انا حاسس بيه كله. وحيد انا ولعت الشير. صاحبي الشيرات اصلا بقالها ساعه ولا ساعه ونص ما زادتش غير 30 شير يا ابن اللعيبه. زودهم لوحده والله بقالها ساعه ونص زادت من 480 ل 516 على الصلاة طفتها ما ولعتها. ثلاثة.
شفت بقى، شفت الخازوق ده هينزل دلوقتي البس وده الاخير ده. ياه صح صح انا خسرت الثلاثة هو ايه الدور مليون. البايظ ده؟ هو مين فاكك بارزة في اللايف؟ انا جاي حسام، متأخر يا جدعان عشان ايه؟ ما تقولوش عليا انا عملت حاجة حسام يا صاحبي، يا حسام جدعان. حسام حسام وصل. حسام مين يا حسام عم انت؟ شلبي يا عم شلبي. حصل هو شلبي فين؟ شلبي شلبي مش موجود. طيب مهم ايه ده؟ اخيرا سمعت صوتك حرامي. يا ابني مش حرامي ده مازن. ما هو اللي كان سرق الراجل اللي بقوله عليه. مين بيقولوا على مين بقى؟ استنى بقى تعالى لي كده، مين اللي بيقولوا عليه؟ انا عارف، بقول لك كان سرق 100 مليون. مين اللي سرق 100 مليون؟ هو اه راح مع صحيح. اللي راح وجمع اللي جاي. بيقولوا عليه سرق 100 مليون. فروفك انت تاني وبالاتنين برضو. ايه ده؟ خد الصدمة بقى. ثم بص 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 استنى اسحب 600,000. في حد في الكومنتات ده يقول لي 600,000 دول؟ انا بتعامل حسن فودافون كاش او بتشغل كرو هناك تراد. شغل فودافون كاش او كرو تراد. بس فلسنا بقى، خسرنا خسرنا كتير، خسرنا 200 مليون حلو بالحرف. قوي. حلو قوي كده بقى، نورتر نخسر بقى بكره ان شاء الله 200 مليون زيهم. ليش وين يلا عوض بقى. سلام سلام يا رجاله. معلش انا وزعنا بتاع حوالي 5 6 مرات برضو، والناس برضو اللي راحت عملت تفاعل هناك على لا البوست كده كله كده هنسحب. فاضي. بص بكره ان شاء الله. شكرا، معاك ساعتين وما كسبتش يا كيرو. انا لو لمحتك تاني همرجحك على الدغري. معلش معلش. عارف بقى ايه؟ واحد بنقفل اللايف خلاص بيظهر لك ناس تقعد تشتم بقى. انا بحب بقى ايه؟ اصطدم، بحب ايه اصطدم. باليوت ده؟ طيب هو كيرو اهو، اصطدم. كيرو اهو، قدام لي كيرو بقول لك هاتهم. طيب دول دم امي. انت عيل بدان والله صاحبي بدان. بس ولد عيب شمش الراجل. الراجل ليه بقى الكلمة دي؟ بس تبعت اي حاجة. تعالى تعالى ساعة هاني، دمك هاني تحت. سيد، هاني سيد. بص ابعت لك انت صاحبي 600,000 عشان انت، عشان انت حبيبي انت تقمر. اقسمهم على الاثنين يا انت اسطى. قافل يا عم، انت انت قافل كان فيك يعني. قول بص ليهم انت بقى. 100,000 يا اسطى. صح. بس هو انا هو انا زمرتك بنتاك يا اسطى؟ ده اهم. صدق صح صحيح صح دي بتاعت كوبري بس 600 كتيرة. صح يا عم، انا هات 140 وخلاص. انا راضي انا راضي. بقول لك 600 كتيرة. صح هنكبر. انت النهارده راجع بعد غيبه بقى، يعني لازم تروق عليك. ادي 600,000 ولا حاجه. عبدو محمود ابتدى اللايف قال لك يا صاحبي، قال لك يا عم كسوم ال 3 مليون المهم القعده معاك يا صاحبي. قلت له يا صاحبي انت عارف انت لو بعت لي دي وانا كسبان هبعت لك 10 مليون عشان انت راجل محترم. هو عبده اخر اللايف كسم ملايينك يا عم وربنا ما عدت اتفرج عليك تاني. انت مش مظبوط اصلا. انا فعلا مش لا مظبوط يا صاحبي، انا مش مظبوط بس انا اللي غلطان. انا خليت الراجل ياخد عني فكره غلط لما دخلته في تيزك يا ابن الوسخ. قلنا يا ابن الاحبه. ابن الاحبه هو اهو، ابن الاحبه هو اهو. يا ابن العم اديله في المخ، جه امه بالمهنان المضحكه بالتوسخ. يا ابن العون ينعقي امو عامل زي الحصه الاولى حاجه وحصه الاخيره حاجه تانية خالص. لا ممكن يكون عنده الدوره وانا ظلمته مش عارف. ما هو دي هرمونات بقى. وحيد لو عنده الدوره وانت ظلمته فدي ممكن هرمونات. انت ممكن. غلطان معلش يا صاحبي بقى على فك البان. عادي طيب يا اسطى، انا قابلك بعد 4 ايام. اولا نطلع لايف تاني بكره يا رجاله ونظبط الاداء. الناس اللي مكسبتش تروح تتفاعل على البوست عشان بكره الصبح الساعه 12 بالكتير هتلاقي تسحب الكسبانين بتوعه. قول عليكم قول عليكم. بعتهم لك يا هاني، بعت لك 600,000 يا صاحبي. انتوا يا جدعان بتتكلموا فيها يا جدعان؟ قال لك يا جدعان الناس اللي ما كسبتش ان شاء الله تتعوض بكره ويكسبوا 10 مليون في البوست بكره ان شاء الله. الناس اللي هتكسب 10 مرات.